بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخوتي وأخواتي، وأشكر لكم استجابتكم دعوتنا لحضور هذه الورشة الموسومة تحقيق الاستدامة في المؤسسات الخيرية عبر منصة الركيزة الإلكترونية التي تم إنشاؤها بعد يوم واحد من تنفيذ قرار منع التجول في العراق ضمن خطة المؤسسة التي تم إقرارها للتعامل المرن مع الوضع الحالي الذي يمر به بلدنا والعالم أجمع جراء انتشار جائحة كورونا. شرف لنا هذا اليوم أن نستضيف واحدا من قامات العمل الخيري في العالم، الدكتور الأستاذ هاني البنا حفظه الله. ولزيادة المعرفة بالدكتور نقول هو الدكتور هاني البنا مؤسس الإغاثة الإسلامية حول العالم عام 1984، حصل على دكتوراه من جامعة برنغهام عام 1991، وحصل على شهادة دكتوراه الفخرية من نفس الجامعة عام 2007. عام 2004 حصل على وسام من الملكة إليزابيث تقديراً على جهوده في العمل الإنساني الخيري. يترأس الدكتور المنتدى الإنساني الذي تحت منه يتضمن مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني حول العالم، كما يترأس أيضا منتدى الخير الإسلامي، وهي مؤسسة مظلية تضم جميع المؤسسات الإسلامية أو تضم الكثير من المؤسسات الإسلامية الخيرية وبيت الزكاة، ليتكلم عن محاور مهمة تعتبر أركان العمل المؤسسي ضمن العنوان الذي تم اختياره للورشة، وهو تحقيق الاستدامة في المؤسسات الخيرية. حقيقة يتضمن المحاور التالية، محاور هذا اللقاء الورشة اللي عنوانها الاستدامة في المؤسسات الخيرية: أولاً، المفهوم الأساسي للمجتمع المدني ومؤسساته. ثانياً، القيم، الرسالة، الرؤية ودورها في استدامة المؤسسات ورسم خارطة الطريق. ثالثاً، دور الشباب في إدارة العمل المؤسسي. رابعاً، دور وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام في التغيير. شكراً جزيلاً، بارك الله بكم. تفضل دكتور هاني. طبعاً أخواني أكيد يعني بعد ما يعني يكمل كلمة الدكتور مفتوح المداخلات، سواء بالشات مفتوح طبعا دائما، ومفتوح إذا يحب واحد يفتح المايك ويتكلم بإذن الله سبحانه وتعالى. احنا موجودين والكادر أيضا موجود يسجل كل اللي يحب. يعني طبعا وصلتنا مداخلات أيضا مكتوبة إن شاء الله تعالى، بعد ما يكمل الأستاذ راح نفتح المجال للنقاش. شكرا جزيلا، بارك الله بك. تفضل دكتور هاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خير كل إخواننا في العراق وخارج العراق الموجودين معنا اليوم. طبعاً أنا سعيد جداً لأننا نلتقي بأبناء بلد أنا بحبها جداً وزرتها من حوالي أكثر من 25 سنة، اللي هي العراق. طبعاً لأن العراق فيها تاريخ وثقافة وحضارة وإبداعات يعني يتحدث عنها التاريخ. أما عن المجتمع المدني، فالمجتمع المدني هو مجتمع المواطن، مجتمع المواطن الذي يعيش داخل الدولة وداخل الوطن. بمعنى المواطن هو الركن والركيزة الأساسية في بناء أي مجتمع، في بناء أي دولة، في بناء أي وطن، في بناء أي ثقافة وأي نهضة وأي حضارة. فالمواطن هو الركيزة التي يبنى عليها المجتمع المدني. المجتمع المدني ما هوش شيء جديد، هو صفة من صفات المجتمعات التي خلقها الله سبحانه وتعالى منذ أن خلق آدم عليه السلام والخلائق، للحيوانات في مجتمعات، والطيور في مجتمعات، والأسماك في مجتمعات، والحشرات في مجتمعات إلى آخره، وكلهم يعيشوا داخل مجتمعهم في أطر تعلمنا فيها من النملة، وتعلمنا فيها من الهدهد، وتعلمنا فيها من النحل إلى آخره. إلى وده المجتمع اللي بنتكلم عنه. يبقى احنا بنتكلم عن قيمة المواطن الذي سيبني المجتمع المدني، قيمة المواطن الذي سيبني المجتمع المدني. ولا ثالث، قيمة المواطن. المواطن هو أعلى قيمة استثمارية مجتمعية داخل الدولة وداخل الوطن. ليس البترول ولا اللي هو الزراعة حتى ولا أي اقتصاد، هو المواطن.
يعني بدون مواطن صالح قادر على إحداث التغيير والدفاع عن الوطن ما فيش مجتمع، ما فيش وطن، ما فيش دولة. دي نمرة واحد. أما مؤسسات المجتمع المدني فهي كثيرة، فهي برضك مؤسسات المواطن. في مؤسسات حكومية دي بتتبع الحكومة، هنتكلم عنها اليوم لأنها مش مجتمع مدني. وفي مؤسسات عسكرية برضك مش مجتمع مدني، وفي مؤسسات أمنية برضك مش مجتمع مدني. يبقى احنا بنستثني من المجتمع المدني اللي بيكمل المواطن ومؤسساته المؤسسات العسكرية، المؤسسات الأمنية، واللي هو المؤسسات الحكومية. يعني ايه مؤسسات مجتمع مدني؟ فيها كل مكونات تشكيلات ومبادرات اللي بتحصل داخل المجتمع، من مبادرات على مستوى الحارة، على مستوى الحي، على مستوى القبيلة، على مستوى العشيرة. العشيرة مؤسس مجتمع مدني، القبيلة مؤسس مجتمع مدني، الأحزاب مؤسس مجتمع مدني، إذا الائتلافات بيعمل مجتمع مدني، النقابات مؤسسات مجتمع مدني إلى آخره. فكل هذه المؤسسات، كل ما يحتاجه المجتمع العربي كده، يعني كل ما يحتاجه المجتمع نستطيع أن نحوله إلى مؤسسة أو جمعية تخدم المجتمع، فبنسميها مؤسسات مجتمع مدني. تشترك هذا، بيشترك هذا القطاع اللي هو القطاع المدني مع الحكومة ومع القطاع الخاص في إدارة شؤون البلاد، في إدارة شؤون البلاد. يعني احنا عندنا داخل الوطن وداخل الدولة في ثلاث مكونات أساسية، اللي هي المجتمع المدني ومؤسساته، الحكومة ومؤسساتها، وبعدين القطاع الخاص. أنا بأضيف في العالم العربي والأسف يعني اللي هو المؤسسات البحثية والمؤسسات الفكرية. لماذا؟ لأننا أصبحنا بعد ما كنا اسمنا أمة اقرأ أصبحنا أمة الجهل، لا نهتم لا بالدراسات ولا بالأبحاث ولا بالفكر إلى آخره إلى آخره. فبحط مكان رابع داخل الدولة وداخل الوطن بتاعنا، يبقى مجتمع مدني، الحكومة، القطاع الخاص اللي هو القطاع الربحي، وبجانبه اللي هو المؤسسات البحثية والمؤسسات اللي هي الفكرية، اللي احنا وللأسف في العالم كله نهاجم ونصنف يعني سايد لاين، يعني ايه بالانجليزي، اننا يعني نهمش من خلال المؤسسات الفكرية التي تصنف الأشخاص. انا عندي في مؤسسة اسمها World Check، دي من احد المؤسسات، عندها 3 مليون اسم على القائمه بتاعتها، وانا متاكد ان اغلبيتهم من المسلمين، ومتاكد ان اغلب من فيها في الداخل ما يعرفوش ان اسمهم فيه. والغرب خرج بمثل هذه المنظومات الفكريه التأطيريه المدنيه الى اخره لكي يبني مجتمعات مدنيه قويه داخل. ودي الصورة العامة اللي احنا بنتكلم عنها لمعنى مجتمع مدني. المجتمع المدني لا ينمو إلا في ظل الحريات، لا ينمو إلا في ظل الحريات. كلما اتسعت رقعة الحريات ومناخ الحريات، كلما ازدادت ثقة المواطن بالدولة وثقة المواطن بمجتمعه، وكلما ازداد إبداع المواطن والمواطنة لوجود حلول مجتمعية ومبادرات مجتمعية تستطيع أن تنقل المجتمع أو الوطن من مرحلة ألف لمرحلة ب لمرحلة ج. يبقى الأساس عندنا في نمو المجتمع المدني هو الحرية، هو الحرية، هو الحرية التي يخرج من تحت عباءة هذه الحريات كل الإبداعات في كافة المجالات، في الثقافة، في الاقتصاد، في العلوم، في الزراعة، في كذا في كذا في كذا إلى آخره. ده بالنسبة لمدخلنا بالنسبة المجتمع المدني. بالنسبة للاستدامة، لابد لكلمة الاستدامة دي ودوامها تكون في مخ وفكر المؤسسين، توضع كذلك في رؤية المؤسسة. المؤسسين لما بيحطوا الرؤية، بيحطوا الأهداف، بيحطوا القيم بتاعت المؤسسة، بيحطوا الرسالة، بيحطوا المهمة، لابد يكون لتنفيذ مثل هذه المحاور داخل المجتمع من خلال المؤسسة يكون حاطين فيها محور قطعي داخلها. إننا بنقول إيه فيها؟ بنقول كيف سنستطيع أن نجعل رؤيتنا دائمة
وقيمنا دائمة، مهمتنا دائمة، رسالتنا دائمة، وأخلاقياتنا دائمة. يبقى المؤسسين ما يكونوا زي حالات أنا كده مجموعة من الدراويش يقعدوا بس يقول له إحنا الحمد لله حطناها كده ويلا، يعني هيحصل إن ربنا صالح حياتنا. ربنا مش حياتنا إلا إن عملنا، وإلا إن خططنا، وإلا إن وضعنا الرؤى والأهداف والرسالة وكل المحاور اللي هنتكلم عنها. يبقى ديمومة الاستدامة تكون من التأسيس في رؤية كل مؤسس كيف يستطيع أو كيف تستطيع أن تحصل على هذه الديمومة وتفعلها لكي تستمر المؤسسة، لكي تستمر المؤسسة. يبقى بالنسبة لهذا الأمر إننا بنتكلم عن، طبعا أغلب الناس اللي يعني أغلبكم بتتكلموا عن الدوام الاستدامة في المال، مهم جدا المال، لكن مش المال فقط، ليس المال فقط، المال هو جزء وعنصر أساسي في ديمومة العمل، ولكن في أشياء أخرى لابد أن نعرفها علشان نستطيع أن نتعامل معها. قد يمثل المال 25% من الاستدامة، والباقي هذه الأشياء تمثل 75% وهكذا. ما هذه العناصر التي تؤدي إلى دوام الاستدامة؟ أول حاجة الرسالة اللي احنا حطينها، أهدافنا اللي احنا حطينها، قيامنا اللي احنا حطينها، مهمتنا اللي حيشوفها المجتمع. أصبح المجتمع يرانا من خلال ما نكتب وما نضع من صور وما نتحدث به في المجتمعات. إذا اقتنع المجتمع بهذه الرسالة والمهمة والقيم والأخلاقيات وكذا وكذا وكذا، سنستطيع أن يدعمنا ونكون مستمرين. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، من هم أعضاء مجلس الإدارة؟ من هم وكيف يرى المجتمع أعضاء مجلس الإدارة؟ وهل أعضاء مجلس الإدارة المؤسسين أو أعضاء مجلس الأمناء يمثلون الشريحة الأساسية أو الشريحة الأساسية في المجتمع، ولا هي فصيل معين وفكر معين ومجموعة معينة؟ دي نمرة اثنين. لما تنتهى، هل هناك في تنوع عرقي عندي داخل المؤسسة؟ أنا ليه حد مؤسسة تعمل على مستوى عرق واحد أو حزب واحد أو دين واحد أو مذهب واحد؟ فلذلك أصبح المتبرع دلوقتي يبحث ويسأل. في الماضي لما بدأنا احنا من قرابة 37 سنة تقريبا العمل المؤسسي، كنا بناخد حاجات كده بالبركة، جزاكم الله خير يا ابني خد، ولا مش عايزين وصل ومش عايزين اي حاجه، توكلوا على الله. دلوقتي لا، لان اغلب المتبرعين دلوقتي يسالوا ليه في ظل قوانين محاربه الارهاب وعدم القدره على تحويل الاموال من الف لب لجيم. ولذلك المتبرع بيسال، هل هناك تنوع عرقي؟ هل المؤسسه حزبيه؟ هل المؤسسه دي بيستفيد منها بعض رجال اعمال ولا لا؟ ده نمره ثلاثه. نمره اربعه، هل احنا معايير الحوكمة الرشيدة نطبقها، وان احنا عندنا شفافية في الاداء والعمل ولا ما عندناش؟ نمرة خمسة، هل مؤسستي هذه عندها تاريخ ولا ما عندهاش؟ لان المتبرع اللي عايز يديني فلوس هيبص للتاريخ وهيبص لادائي وهيبص لسمعتي، يبقى في تاريخ وفي سمعة. ايه سمعتي انا في المجتمع؟ الناس بيتكلموا عني بيقولوا ايه عشان انا اديك فلوس وهكذا. هل المؤسسة دي عن تؤمن بالتطوع والمتطوعين، ولا هي حكم على مجموعة معينة وقفل على نفسها الأبواب؟ هل هي متطوعين في كل مكان وفي كل زمان إلى آخر؟ هل في داخل تكوينها نساء وشباب ولا مش موجود؟ في الماضي كان ده شيء قد يكون مش مهم من 43 سنة، لكن حاليا عنصر الشباب بيساوي 50% من المجتمع، وعنصر النساء احنا محتاجينه، لكن ثقافتها ورحمتها بالطفل واليتيم والأرمان. أديكم مثلا في نقطة النساء، وده ما نبدأ المثل ده في كل حتة. رحنا بلد حمد اسمها مانديرا في الصومال، مش في الصومال، لا في كينيا، سوري، شمال كينيا، والولاد كانوا خايفين مننا الأطفال وأمهاتهم، لأن كان شكلنا بقى بلحة وكذا 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 إلى آخره. السنة اللي بعدها أو بعدها بسنتين عملنا رحلة تانية المالي والنيجر وتشاد، وخدنا معنا ثلاثة من الأخوات. مجرد من البنات دول قعدوا مع المرأة ومع الطفل، تغير المناخ اللقاء بين الأطفال وبينهم، وإحنا خدنا خطوة لورا. يبقى المرأة دورها مش مجرد تلميع، لا، هي دورها محوري
لأن عاطفتها أكثر من عاطفة الرجل وحنانها أكثر من حنان الرجل وإقبال الأطفال عليها لأنها أم أكبر من أكثر من إقبالها مع الرجل. يبقى إيه بالنسبة للمرأة والشباب؟ أما الشباب فهو طاقة إلى آخره. هل إحنا عندنا مصداقية ولا لا؟ يبقى هنتكلم عن نقطة المسابعة تسعة المصداقية. مصداقية يعني لما نقول هنفعل كذا هنفعل كذا، مش هنفعل كذا مش هنفعل كذا، مش أخذ الفلوس وأضرب تقرير وحط الفلوس عندي، لا غلط. أنا مرة خدت شيك من أحد الدول من وزارة الأوقاف في قطر من كام ده، من كم مثلا من 20 سنة، كم بمليون دولار عشان نعمل مدرسة، بضرب المثل ده في كل حتة. بعد سنة ما عرفناش نشتري الأرض تكون ملكية المدرسة لينا. بعد سنة نزلت قال لي انتوا أول مؤسسة تدينا شيك بمليون دولار من 20 سنة مش دلوقتي. وشوفوا قيمة مليون دولار كانت ايه من 20 سنة، دي مصداقية. الأمر النمرة 10 النقطة في عناصر الدوام الاستدامة الأداء بتاعنا. الأداء اللي احنا بعد ما بنخلص المشروع بنقيم المشروع اللي هو بنسميه اللي هو مش فاكر بس الاسم بتاعه اللي هو تقييم المشاريع بعد الايه انتهاء المشروع. نمرة 11 هل احنا عندنا تعاون مع مؤسسات اخرى وخاصة المؤسسات المحلية التي تعمل على ارض الواقع. قد اكون انا مؤسسة بشتغل على مستوى الوطن وعندي مركزي في بغداد او مركزي في اربيل الى اخره، لكن ما عنديش مكاتب ميدانية. ليه انا اروح انفذ؟ انا اختار لي شركاء ميدانيين محليين في كل مدينة وفي كل قرية او في مش عارف يسموها في العراق او في تركيا يتنفذ لهذا الامر بعد ما اعمل على الحاجة اللي اسمها ايه اعمل لها بحث في سمعتها الى اخره الى اخره. يبقى اللي هو التعاون مع الاخرين او التعاون مع الكبار. لو كان في كارثه زي ايبولا دي لابد اننا يكون لنا منصات تعاون وتكامل وتآزر وبناء شراكات. احنا المنتدى الخيري الاسلامي اللي موجود ان هو عامل ائتلاف دلوقتي حمله فيها يمكن 25 جمعيه، في جمعيات فيها بتجمع 30 40 مليون جنيه، في جمعيات عندها 50000 جنيه و10000 جنيه، لكن في الائتلاف كل مع بعض بيدي راي وبيدي مشوره وبيدي نصيحه الى اخره. التعاون مع الاخرين نمره 11. نمره 12 انا ببني كوادري، عندي في ميزانيتي ميزانيه لبناء كوادر القيادات ولا لا؟ لان دي انا بشوفها المجتمع دلوقتي يا اخواننا ويا اخواتنا بيشوفنا من الداخل. انا مره حطيت صوره على ببعتها لزميلي في تركيا، صوره خاصه وانا شاب صغير، لقيت شاب في قطر جاب لي الصوره بتاعتي يقول لي هو انت ده؟ عرفها ازاي؟ ما بعتهالوش. فتعرف ان قوه التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا دلوقتي بتشوف كل شيء انت بتعمله، كل شيء احنا بنعمله. بناء المجتمعات، ما هو تاثير عملنا على ان نبني مجتمع؟ لما نخش في منطقه معينه لنفرض احنا مثلا رحنا عانه ولا راوه ولا رحنا حي من احياء البصره او الكوفه او كربلاء او النجف او الموصل الاخير، هل احنا بنينا؟ يعني كان في عندكم مبادره اسمها دنبر، انا قابلت الشاب الجميل اللي كان جالنا من الموصل، اللي هو لما لقى ان في حواري كتيره وفي اللي هو يعني مخلفات الهدم كتيره جدا، بدل ما يجيب ميزانيه كبيره جدا زي ما كانت احدى المؤسسات عامله ميزانيه 300 او 400 الف دولار، كل مشروع في 10 احياء في الموصل كان مش عارف 20 او 30 الف دولار، لان اشتغل بالدمبر. انا مش عارف كلمه دمبر يعني، بس هو العربه الصغيره اللي بيركبها واحد وكل شويه بتشيل بعض الركام اللي بيخرجوا منها. ده بالنسبه لايه؟ للمؤسسات المجتمعيه، كوادر، بناء المجتمعات. علاقتنا ايه مع الحكومه بتاعتنا؟ اختلفنا معاها او ما اختلفني مش مشكلتي. المتبرع والمانح بيبص لك، الله ده سمعت عنه كلمه، الجرايد اتكلمت عنه كلمه، وهكذا. علاقتنا مع الحكومات. علاقتنا مع كل مكون مجتمعي. مكون مجتمعي بغض النظر عن الحزبيه، عن المذهبيه، عن العرقيه، عن الجغرافيه بتاعته. لابد ان انا كمؤسسه مجتمع انا بخدم المجتمع، مش بخدم فصيلي فقط. نمرة 16 العلاقة مع المؤسسات الدولية، كل ما اشتغل مؤسسات على مستوى دولي أو حاليا في كل الدول في جزء من السفارة
اسمه السفارة عندها دلوقتي مكتب للدعم المحلي، بيكون ميزانية تديك مثلا 5000 دولار أو 10000 دولار أو 20000 دولار. هل إزاي نتواصل مع مثل هذه المؤسسات الموجودة في بلدي ونستفيد منها؟ نمرة 17 ده مهم جدا جدا جدا، ولازم كنا نقوله من الأول. الأوقاف الأوقاف الأوقاف، وتحط تحتها كده 50 سطر. يعني أنا مع في تأسيس المؤسسة لابد إن أنا أعلم المانح إن أنا من كل دينار ممكن ناخد فلس أو اثنين أو ثلاثة، عارفش تسموها فلس دلوقتي ولا إيه، أو من كل دولار أخد سنت. فتخيلوا أنتوا بعد مثلا 20-30 سنة هيكون عندك مليون اثنين ثلاثة خمسة عشر. فلابد يكون ده في فكر الديمومة والاستدامة. نمرة 18، لابد يا أخوانا دايما احنا عندنا هنا هو في حاجة اسمها احتياطي استراتيجي، وفي حاجة احتياطي لميزانية جزء من الايه من جزء من الميزانية علشان تكفي تسيير أعمال المؤسسة لمدة 6 أشهر. إذا كان والعياذ بالله ستغلق هذه المؤسسة، يبقى على الأقل تستطيع أن تدفع مرتبات للموظفين. ده أصبح جزء من القانون اللي بيحكم المؤسسات، يكون في احتياطي للتسيير لمدة 6 أشهر. وفي أخرى الميزانية الاستراتيجية اللي بقول عليها أنا، لابد نكون في تفكيرنا. يعني صحيح المثل بيقول لك اصرف من الجيب ما يأتيك، ما اصرف يأتيك ما يأتيك اصرف ما في الجيب ما يأتيك غيب أو حاجة زي كده. كده بقول لا، اعقلها وتوكل، اعقلها وتوكل. انا بحط القرش ده استراتيجي احصل لي اي مشكله، بحط ده مرتبات موظفين وبعدين مصر. انا مش ملزم ان انا اصرف الميزانيه كلها في السنه، لكن ملزم ان انا استطيع ان انا اجعل هذه المؤسسه تستمر الى الامام. نمره 19 في الديمومه اللي هو كفاءه الموظفين. انا بوظف ابني ولا بنتي ولا خالتي ولا عمتي ولا جارتي ولا ابن حزبي ولا ابن فصيلتي ولا ابن فصيلي ولا ابن مذهبي، ده كله غلط. انا اوظف الاكفأ. انا في بعض الدول بالتليفون، يا حاج فلان يا شيخ فلان عايزين واحد، عندك حد؟ اجيب لك. ايه ده؟ مين يقول كده دلوقتي في القرن 21؟ وعايزين نتكلم على استدامه التمويل؟ لا يمكن لا يمكن لا يمكن. فالتوظيف بالكفاءة والتوظيف بالشفافية. أنزل إعلان إن شاء الله أقدم 500 1000 50 60 80، حينما أجلس أختار الأنسب، استأجره يا أبي إن خير من استأجرت القوي الأمين. نمرة 20، وده برضك مهمة جدا 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 جدا، هو تعدد اللي هو مصادر الدخل وأنواع الدخل. يعني من فضل الله سبحانه وتعالى علينا احنا، واتمنى ده يكون عليكم انتم كمان ان شاء الله، ان احنا لما نشأنا في بريطانيا اول 5 سنين كان ايه، كنا بنجري في البلد شمال جنوب، يعني بنسميه ايه كعب داير. انا زين كعب داير، اخد الشنطه البلاستيك وعادي على المساجد والمحلات وكذا، والصناديق التبرعات الكرتونه ابيع على الشارع، اقف على الشارع صناديق الكرتون الى اخره، واقول لله يا محسنين. يعني اصبحت انا بعد ما كنت وانا بعمل الدكتوراه كنت الحمد لله شرفت بان ارتقي لاكون من شحاتين السيده زينب وشحاتين السيده فاطمه النبويه وشحاتين الامام الحسين في مصر، يعني واقف بالصندوق ورا. وده ده مصدر من مصادر. لكن اللي نفعنا في تعدد مصادر الدخل اننا فتحنا اماكن او فتحنا مكاتب في كافة الدول الأوروبية والأمريكية، وأصبح ليس فقط بريطانيا بدخل منها بريطانيا وفرنسا وكذا 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 آخر. فلو ضيق عليك في مكان فتح عليك في مكان. ودول بقى أنتوا عارفين إن في حرب على المؤسسات الإسلامية وحرب على الإرهاب إلى آخره، وقرنة الإرهاب أو قرن الإرهاب، يعني يقرنوا الإرهاب بالإسلام والإسلام بالإرهاب، ونحن نرفض هذا. يبقى تعدد مصادر الدخل مهم جدا. دي نمرة ايه؟ 20. نمرة 21، يكون عندي شركات مستقلة يكون ريعها لينا احنا. يعني يكون هي ملكيتها للمؤسسة، لكن الريع يكون احنا مثلا عندنا مؤسسة لتدوير الملابس القديمة وشحن الملابس القديمة وبيعها في افريقيا وكذا 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 الى اخره. دي بتدخل في السنة ساعات 900 ألف ساعات مليون ساعات 500 ألف جنيه استرليني بعد المصاريف الإدارية
وبعد كذلك ما انها بتوظف ودي قيمه مجتمعيه من جدا، بتوظف 50 موظف او 60 موظف وعندها 14 محل تجاري خيري وفيها سواقين وفيها كذا، نتكلم على 120 موظف داخلها بالاضافه الى المال اللي بيجي. كل هذه الاشياء بتقول لنا ان المال مهم، وان التبرعات مش عايزه مال بس، انا ممكن اروح للتجار واعمل علاقه مع التجار ويديني المواد العينيه، اقبل مواد العينيه. قد يكون في قبول المواد العينيه طلب منه فقط اللي هو ان انا اخذ منه المواصلات او التوزيع او نسبه بسيطه جدا. فلما ننظر الى اللي هو الديمومه زي ما انا اتكلمت عنها، يبقى بنقول الديمومه مش فقط المال، ال 21 نقطه دول معانا بالاضافه للمال. انتوا بقى داخل مؤسستكم ممكن تحطوهم وتقسموهم ال 21 نقطه دول، هنقسمهم ازاي؟ دي 1%، دي 5%، دي 6%، دي 10%. ليه يا اخوانا؟ لان لابد ان احنا نشوف كيف سنحصل على مداخيل او هذه القيم من المجتمع. الامر الثاني، لابد يكون عندنا خريطة طريق ليه نحن. يعني ايه خريطة طريق؟ بس بدور على الورقة. خريطة طريق، ايه هي خريطة الطريق؟ ما في شيء نعمله من غير ما نخطط، من غير ما نخطط على الاطلاق، على الاطلاق، على الاطلاق. بمعنى ايه؟ بمعنى انا عندي خريطة طريق، في خريطة طريق جغرافية وفي خريطة طريق نوعية، في خريطة طريق جغرافية ومجتمعية ومهنية وعمرية وتكاملية ومستقبلية. جغرافية، أنا هشتغل على مستوى بغداد فقط، هشتغل على مستوى المنصور أو الأعظمية أو الكاظمية أو الكرخ أو إلى آخره، على حي، على حسب إمكانياتي. انا هشتغل على مستوى الجنوب فقط في 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 العراق، او على مستوى اربيل او الموصل او، فلابد ان انا في خريطه الطريق دي احدد الخريطه المجتمعيه بتاعتي. يعني بفضل الله سبحانه وتعالى بعد ما سجلت المؤسسه اللي انا كنت اتشرف بالمشاركه في تاسيسها في عام 1986، كنت بركب الطياره يا رجاله ويا اخوان، كنت مصطفى الطياره دي وانا قاعد احلم. لابد برضك اللي عايز يخطط يحلم، عايز يبني يحلم. الحلم ده جزء من الرؤيه الجميله اللي كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقول لهم، يعني والناس بتدبح وكذا وكذا، يقول لهم انا ارى مدائن كسرى وروما وكذا وكذا الى قصور اليمن الى اخره. ففي الحلم ده كنت بخش على الايه؟ على اللي هو الخريطه بتاعت العالم، بتفرج عليها كده، الله اخش على اوروبا، والله احنا عايزين مكاتب في فرنسا، وانا ما عنديش ولا مليم، ما عنديش فلوس. طب نعمل فين في فرنسا؟ يبقى عندك، يبقى مارسي، يبقى عندك بوردو، يبقى عندك باريس، يبقى عندك طبعا العاصمه اسمها باريس الى اخره الى اخره. عايزين امريكا بقى كذا عادي. فكنت بحلم ان نفتح المكاتب، وده في الواقع الجغرافي، كنت اتمنى ان يكون عندنا مكاتب في كل علم. حتى لما قعد الناس الطيبين كان بيقول لي احنا عايزينكم بقى تبقوا زي الامم المتحده، قلت له لا، احنا عايزين نبقى زي الامم المتحده، لان الامم المتحده مؤسسه الدول، احنا عايزين الصليب الاحمر الدولي يكون زينا. بمعنى ان احنا منظومه اجتماعيه خيريه تطوعيه مدنيه، ليس منظومه حكوميه، ونستطيع ان يكون لنا مكاتب في كل دول العالم باذن الله سبحانه وتعالى. ده كده، ده ناحيه جغرافيه. مجتمعيه زي ما انا قلت قبل كده، انا هتعامل بس مع قبيله معينه، مع الاسلام فقط، مع عرقيه معينه، مخاطب مع حزبيه، مع مذهبيه معينه الى اخره، انا بحددها. الحرفية ممكن تكون مؤسسة مهنية، أتعامل مع الحرفيين، أتعامل مع المزارعين، أتعامل مع أطباء، المهندسين إلى آخره. ممكن بحدد خريطة الطريق العمرية، أتعامل مع الأطفال، أتعامل مع المراهقين ومشاكلهم، أتعامل مع الشباب، أتعامل مع الشيوخ يعني إيه الكهول إلى آخره. تكاملية، هنكون مؤسستي في خريطة الطريق بتاعتها إنها بتبني الشراكات، بتبني التلفات، بتبني تحالفات إلى آخره. مستقبل، انا المؤسسه تستقرئ للمستقبل، ترى ماذا سيحدث في المستقبل. يعني الناس دلوقتي بتتكلم، كلهم بيقولوا العالم هيتغير بعد الكورونا، فاحنا فكرنا نعمل ايه؟ قعدنا مع بعض عشان نعمل ايه؟ قعدنا مع بعض عشان نشوف. الو
عدنا مع بعض رايحين فين. فده الاستشراف يعني مستقبلها مؤسسة مستقبلية تستطيع انها تكون بحثية فكرية دراسية وتحط القراءات. كل هذه خرائط التاريخ داخل فكر المؤسسين وداخل فكر الإدارة العليا للمجتمع وداخل كل محور سواء جغرافي او مجتمعي او مهني او عمري او الى اخره يكون لها خريطة نفسها. يعني يا اخواننا ما تشتغلوش الا لما يكون عندكم خريطة طريق واضحة للمعالم عشان تمشوا على اساس. انا اتذكر كلمة من قالها حسين هيكل، يمكن بعضكم يعرف من هو حسين هيكل رحمه الله عليه، قال مش عارف هل هو قبل شارل ديغول ولا لا، اللي هو كان رئيس جمهورية فرنسا بعد الحرب العالمية الثانية، وقال وكان كلمة مشهورة عن شارل ديغول ان هو حينما يسأل عن أزمة في دولة معينة يقول لهم هدول الخريطة عشان يشوف مين هم الجيران. انت حينما تعمل في محافظة معينة يقول هدول الخريطة مين اللي حواليك، حي معين مين اللي حواليك، وهكذا. ودي بالنسبة ايه اللي هي يكون لها خريطة طريق في كل شيء. انا دلوقتي خدت كم دقيقة يا اخ حامد حميد؟ 25 دقيقة استاذ. طيب انا ما عنديش مشكلة ان انا اتوقف والناس يسألوا، كان عندك اسئلة كثير اذا انت بامرك يعني. لا لا العفو، استمر، احنا بدنا نكتب الاسئلة. طيب بدنا نكتب، اي واحد اخواني اللي عنده بالتشات يكتب او يدخل علي بالجروب مال الواتساب خليه يسأل يكتب، يعني اي مداخلة. شكرا جزيلا. طيب بالنسبة للشباب، انا اعوذ بالله من شتم كلمه انا، في رؤيتي انا للدول هم ثلاث انواع: دوله مستقله مستقره قويه، ودوله هشه، ودوله فاشله. كل دول بيعتمدوا على قوه المجتمع المدني داخل هذه الدول وحجم مناخ الحريات داخل هذه الدول. واضح يا شباب؟ واضح يا حميد؟ يعني احنا بنتكلم ايه، الدوله القويه التي تمنح الحريات لمجتمعها وتفعل المجتمع المدني فيفرز مئات الآلاف أو ملايين. يعني مثلا في أمريكا أكثر من 1.5 مليون جمعية. أنا بس مش حاملها محاضرة في إيه في عدد الجمعيات. بريطانيا أنا عندنا حوالي 170,000 إيه جمعية. المناخ دول بيطلعوا فين؟ بيطلعوا في مناخ الحريات اللي بتوفر الدولة للمواطن. بلك ونحن نسمي الدول التي توفر المناخ الحريات المناخ أو المناخ للمواطن هي دولة، والتي تساعد المجتمع المدني لكيامه هي دولة قوية، لأن المجتمع المدني بتاعها قوي، لأن الحكومة قوية، لأن اللي هو القطاع اللي هو رجال الأعمال قوي كذلك، لأن جزء من مهمة المجتمع المدني ومؤسساته انه بيراقب العلاقات الغير حميده ما بين الحكومه وبين القطاع الخاص. دي الدوله القويه. الدوله الهشه اللي هي بتبقى جزء منها بوليسي امني الى اخره، اللي بتحجم 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 اللي هو الحريات، واللي هي بتحارب بشبه مقنع اللي هو المجتمع المدني خشيه إن أنظمتها الدكتاتورية تواجه قيادات مجتمعية خارجين من عباءة هذا المجتمع فبتقلصه. فبتكون من فوق عندها أموال كثيرة، موازنات كثيرة، وأعداد كثيرة من الناس، لكن تحت ما فيش نسيج مجتمع قوي موجود. أنا بشرح بس دي ليه؟ عشان أخش على إيه؟ على المجتمع المدني وعلى الشباب ده. بلك الدولة الثالثة اللي هي الدولة الفاشلة، واحنا هنضرب بيها مثل زي الصومال، اللي هو يعني بيخرج من الفشل ان ما كانش فيه حكومه زمان، ما كانش فيه مجتمع مدني، وما كانش فيه، وبيحاول يتعافى انه يخرج من 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 الدوله اللي هي الفاشله الى الدوله الهاشمه. انا ليه بتكلم عن هذا الامر وانا بتكلم عن الشباب؟ الشباب هنا هم المحور القاطع الاساسي داخل اي تكوين مجتمعي. حينما نتكلم على الشباب اللي هم الشباب والشابات، مش فقط الشباب وبدأنا زي حالات أنا كده وزيك أنت حميد، لا، الاثنين. النقطة الثالثة في تكوين الجمعية، هل في نساء ولا ما فيش نساء؟
أنا كلمت على الشباب لما بناتي وأبنائي، كلمت عن دول المرأة. المؤسسات يا أخوان، المؤسسات التي لا يوجد في إدارتها وفي موظفينها وإدارتها العليا نساء وشباب، هي مؤسسات إما فاشلة أو ستفشل أو إما ناهش. ليه؟ لأنها ما بتستفدش من قيمة الشاب والشابة وقيمة المرأة داخلها. الشاب هو بالنسبة لي هو روح وانطلاقة وحيوية، والمرأة هي ثقافة وعطاء وعاطفة ورحمة، والرجال اللي زي حضرتك أنت أخ حميد حزم وجدية ودفاع. أنا عايز الحازم لكن عايز الرحمة. أنت مش هتعرف تقوم بدور إيه الرحمة والمودة ده، هتقوم بالمرأة. ثقافة المرأة في علاج المجتمع تختلف تماماً عن ثقافة الرجل. أنا ليه بهمشهم؟ ليه بهم الشباب؟ فالمؤسسات اللي بتهمش الشباب من الأول هي مؤسسات تحول إلى فاشلة، وحتى لو اعتلاها الليونرات، وحتى لو اعتلاها مش عارف الواجهات الآخرية. نحن دلوقتي في عايشين داخل مجتمع 50 أو 60% من تكوينه هم من الشباب والأطفال. فهو الشباب بالنسبة لنا ليسوا يعني سن عمري، هو روح حياة وأمل مستقبل وحيوية ومبادرة. أنا كنت أكون واحد عندي 80 90 أو 100 سنة وأكثر شبابا من شاب عنده 25 و30 سنة. الروح اللي بتخليني ما أنامش أو بتخليك أنت ما تنامش يا أخ حميد. فبالنسبة للشباب لابد أنهم يمكنوا في وجودي أنا، يعني أنا وأنا موجود في المؤسسة كرئيس مجلس إدارة لابد يكون عندي نسبة معينة من موظفيني من الشباب ومن النساء، وإلا هتكون مؤسستي ما بين الفشل أو ما بين الهشاشة، ما بين الهشاشة وبين الفشل. ليه؟ لأن تكوين الشباب وقوة الشباب وعطاء الشباب ومبادرات الشباب وسرعة اللي هو الأفكار الشبابية بتجعل المؤسسة تتقدم بسرعة مع حكمة الرجال والكبار في السن ومع عاطفة النساء. فالتكوين الثلاث دي كلها مهمة جدا بالنسبة لي. فأنا أعمل الشباب عشان أمكنه. واخدين بالكم؟ تمكين الشاب يبدأ من الأسرة، تربية الأم والأب، إزاي إنهم بيربوا في محطة الطفولة والمراهقة. أعمل مشاريع للتدريب والتأهيل والتمكين عند الشباب عندنا. إن لم نؤهل الشباب بالتطوع والتثقيف من الطفولة لن نستطيع أن نجعلهم مسؤولين وتسند لهم مسؤوليات مجتمعية. وعلشان يكونوا مسؤولين داخل مؤسستنا يا أخ حميد وشباب كلكم، لابد أن نمنحهم الثقة وحسن الاستماع لآرائهم الغريبة والتي قد تكون مستهجنة في بعض الأحيان، وأن نتصبر ونصطبر عليهم، وعدم التسرع في الغضب عليهم اذا اخطاوا. يعني انا ما عنديش مشكله لو حد اخطا اقول له اخطا ثاني، بس ايه؟ تعلم من خطا، تعلم من خطا، تعلم من خطا، تعلم من خطا الى اخره. اعطاهم فرص للقيام بالمبادرات وحتى ان فشلت، نقل خبرتنا احنا كناس عندهم خبره اليهم، ليس بطريقه التلقين والتلقي، لا بطريقه الشراكه. ايه رايكم نعمل كذا؟ ايه رايكم نروح كذا الى اخره. نخليهم يشاركونا في البحث عن أسباب المشاكل ووضع الاقتراحات الحلول ورسم خريطة الطريق ومراجعة العمل وتحقيق الإنجازات وتفعيل الاستراتيجية. عمل برامج تدريبية للشباب وتثقيفية وتفعيلية عملية مجتمعية لتحويلهم من متطوعين متلقين أوامر مننا إلى قادة مجتمعية. أنا هدفي وحلم حياتي، أنا بقولها بمنتهى الصراحة لكم كلكم جميعا، هدفي وأمل حياتي أن نعمل قيادات في المستقبل. ده حلم راودني منذ أكثر من 16-17 سنة، وللأسف ما قدرش أحققه لغاية دلوقتي. مش كل حلم أو رؤية تستطيع. بمعنى إيه؟ بمعنى أن أنا هاخد الشاب اللي هو ما كملش دراسته الجامعية، هاخد الشاب اللي عنده خبرة في الميدان لكن ما عندوش شهادة جامعية، وهاخد الشاب الصغير اللي بدأ يخش عندي، هأهله حرفيا مهنيا انسانيا مجتمعيا من خلال دراسه ماستر ديجري اللي بنسميها ماجستير،
زائد زيارة الميدان إلى آخره والتعلم في داخل مثل هذه الأشياء. ليه؟ لأن أنا بستثمر المستقبل. يبقى أنا بستثمر في الشباب، وده كان حلم عندي أنا وما زلت أريد أن أحققه، ولو أنتم تستطيعوا أن تساعدوني عشان أحققه يبقى جزاكم الله خير. عمل برامج تدريبية وتربية وتثقيفية زي ما اتكلمت عنهم في كل المستويات للشباب، وكذلك نمكن الشباب. كيف نمكن الشباب؟ لن أستطيع تمكين الشباب إلا إن آمنت بهم وآمنت بالدور الحيوي. شغل بقى المحاضرات والكلمات الجميلة الرنانة، لا، أنا مؤمن هنفذ. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، إن أنا لابد في جمعيتي أهتم بمنظومة التطوع لاكتشاف الطاقات الشبابية الفعالة. نمرة ثلاثة، إن أنا عشان أمكن الشباب أعطي الفرص للشباب في التوظيف في كافة المستويات زي ما قلت قبل، كان الشباب دول شباب أم شابات. نمرة أربعة، عمل برامج ميدانية تدريبية تفعيلية للشباب لاكتسابهم الخبرة. نمرة خمسة، إن يكون الشباب ده جزء من الاستراتيجية. يعني زي ما كنت بتكلم في الاستراتيجية عن مثلا استراتيجية في التعليم، استراتيجية في الزراعة، استراتيجية في اقتصاد المؤسسة، استراتيجية في محاربة الجهل إلى آخره إلى آخره، إن أنا في استراتيجيتي الشباب يكونوا محور قاطع في داخل المؤسسة، هو على الطاولة دائما أو هي على الطاولة دائما، لأن أنا عايز أسيب مركزي للجيل اللي بعد. أنا أتذكر حينما قررت وتركت المؤسسة من 12 سنة عشان أعمل عشان أبدأ مبادرة كده، كتير جدا من الشباب خاصة من العالم العربي قالوا ياي هاني البنا اترفض، ياي هاني البنا أكيد اختلس، ياي. وهنا في عمل المجتمع ده والعمل الخير ده أنت بتتعرض لنساء وأطفال في فضائح زي ما احنا شفنا اللي حصل مع أوكسفام في 2008 ولا 2010 في هايتي لما حولوا المكان للمؤسسة لبيت للدعارة أو اختلس، لأن في بعض الناس تختلس من الجمعيات. ما كانوش متوقعين أن واحد الحمد لله ربنا أكرمه وأدأ، وأتمنى أن أنا أكون أدى رسالتي، أتمنى أن أنا أكون نجحت، الله أعلم يعني، الله أعلم الله أعلم نجاح ده بإذن الله سبحانه وتعالى، وخلاص عايز أعمل حاجة ثانية. لا، لازم تطلع الإشعار، مش متصورين. ودي رسالة لكل القيادات المجتمعية في العمل الخيري، اترك مكانك والناس بتحبك، ما تتركش مكانك والناس بتضربك بالبلغة أو باللغة يعني في مصر يعني بالجزمة، زي ما حصل عندكم في أحد المؤتمرات الصحفية من كام سنة في بغداد. فالواحد مفروض يترك المكان ويجعل المكان يبكي على فراق، ولن يحدث هذا إلا إن كان وراك جيل من الشباب أنت بتفعله وتمكنه وأنت موجود. وجيل ده هو ابنك ولا بنتك ولا خالتك ولا عمتك، هو جيل ده من أبناء المجتمع القادرين على حمل الرسالة وتمكين المؤسسة بعد أن تترك المصر. والحمد لله الآن هذه المؤسسة اللي أتكلم عنها أخونا حميد في الأول ما زالت حية ترزق، وبالرغم من كل الصعاب الهجوم عليها إلا أنها تتقدم. بعض الدول بتصنفها تصنيف خاطئ لأن هم ضيق العقول ضيق البصر. لكن العمل لن يتوقف بل هو مستمر. طيب، آخر نقطة أنا أتكلم عليها هي إيه؟ هي بعد الكورونا هل المؤسسات يحصل فيها تغيير؟ قيادات الجمعيات هتتغير. بمعنى حالياً العالم كله زي ما أنتم عاملين في ركيزة دلوقتي اللي هو الدورات دي على مستوى اللي هو بنسميه ايه؟ على مستوى التواصل الاجتماعي. يبقى اصبح حاليا من عاش خارج مناخ التكنولوجيا لن يستمر في العمل داخل المؤسسة. لان هيتحكم في فترة ما بعد الكورونا، ممكن تكون 6 أشهر، ممكن تكون بس مش عارف الصوت مش جايلكم ولا ايه الصوت يعني
هل سمعني ولا ما سمعني؟ لا ماكو مشكلة دكتور، استمر ماكو مشكلة. يعني الفترة اللي ما بعد الكورونا دي أنا طبعا سعيد جدا بأن ركيزة بدأت تهتم بالمناخ الجديد بتاع التواصل، ولابد يكون ده جزء محوري من العمل ما بعد أزمة الكورونا. يعني في شخصيات يعني تقليدية زي حالاتي ستسقط لأنها لم تشأ أن تخرج خارج المنظومة المتكلسة اللي عايشين فيها. وفي مؤسسات هتسقط لأنها غير مؤهلة، هتسقط أثناء فترة الكورونا هتسقط بعد فترة الكورونا لأنها غير مؤهلة للتعامل مع، وفي حاليا في مؤسسات سقطت في أكثر من مكان في العالم، سواء كانت مؤسسات اقتصادية أو شركات أو مؤسسات خارجية. فنحذر تماما يا رجالة يا أخوات من هذا الأمر، لأن مؤسسات التواصل أو التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا هيكون هو المحور، هما محورين، محور الشباب القادر على التحكم وإدارة اللي هو مؤسسات التواصل الاجتماعي وقوة استثمار المؤسسة في هذا المجال. الاثنين دول هم حيمثلوا الشريحة القوية. يعني دلوقتي احنا تناقشنا من اكثر من شهر الى ما رجعت انا من، يعني من اول مارس لما رجعت من، كان عندي جوله في افريقيا وانا لسه ما زلت رئيس مجلس اداره احدى المؤسسات الدوليه، فقلت له شو قلنا لهم شوفوا كل يعني اونلاين، فبدا البرنامج من اخر فبراير الى الان اونلاين. اتلغت الحفلات، اتلغت اللقاءات، اتلغت الزيارات، اتلغت الجوابات الى اخره، واصبح قوه العمل عن طريق الاونلاين. فالمؤسسه مننا اللي لا تؤمن بالتكنولوجيا والتغير التكنولوجي لن تستمر في ادائها، والمؤسسه اللي هم اعضاء مجلس اداره لا يفهموا في التكنولوجيا ولا يستثمروا فيها ستسقط أو تتقلص أحجام وأدوار مؤسسة. هيكون في كتير جدا من القادة التاريخيين هيكونوا إيه يعني ينتهي دورهم إلى آخر. يبقى نتكلم على التكنولوجيا بكل وسائلها. يعني أنا طبعا في منتهى السعادة إن أنا في الجلسة دي، شوف إحنا قاعدين في ناس من تركيا وفي ناس من أربيل وفي ناس من الكويت وفي ناس من العراق، في ناس يعني وانا ما نعرفش بقى في ناس جايين منين تاني، وفي ناس من تشاد، انا شفت بعض الشباب من تشاد بعتين بعض الاسئله. فتخيلوا ده قوتكم، هتتغير ثقافه العمل الانساني، هتتغير تماما. فلابد احنا نستعد لهذه المرحله واحنا داخل الازمه، يا شباب لابد اننا نحافظ على كل مقدراتنا سواء كانت بشريه او ماديه. لابد ان نحمي المؤسسه ونحمي المجتمع اللي احنا بنعيش فيه واحنا داخل ازمه الكورونا، ولابد نرفع الوعي المجتمعي عند المواطن في دور المجتمع المدني ودور مؤسسات المجتمع المدني، ولابد الا نهدر الاموال المتاحه لنا الان في مشاريع غير مدروسه. الانفعال مش كويس، الانفعال قد لا يصيبنا الا بالخطأ. العفوية ما تنفعش. واحد يصحى من النوم ويقول لك اعمل كذا، خلاص بح، ده خلص من زمان. لابد ان نبني، واحنا موجودين دلوقتي، لابد ان نبني قيادات الشبابية في المستقبل واحنا معاهم. كتير جدا من القيادات السياسية فاسدة في دول كتير. اخذ خطوة لورا يعني وابتدي افكر في المستقبل، كيف احارب الفساد المجتمعي، كيف احكم مؤسسة مجتمع مدني، كيف ان انا انحى بعيدا عن هذه المؤسسات او هذه الشخصيات السياسيه الفاسده. لابد في واحنا داخل الكورونا دلوقتي، واحنا داخل الكورونا واحنا داخل الازمه، ان انا ابني ثقافه اللي هو المستحيل او الغير متوقع، لما نسميه بالانجليزي unexpected. يعني انت دايما تكون متوقع الغير متوقع. لابد ان احنا نؤهل نفسنا لما بعد الايه الكورونا ما تبدا.
بعد الكورونا بقى احنا ولابد احنا نبني ائتلافات. سمعني يا حميد، واحنا حاليا داخل الكورونا لابد انا يا استاذ فلان عندك كذا كذا، نبتدي نعمل، نبني شركات، نبني ائتلافات، نبني اتحادات، سميها زي ما تسميها، عشان اهدار الاموال يقل، ما بقاش في جمعيتين ثلاثة بيشتغلوا في حي واحد في بغداد أو في البصرة أو في الكوفة أو في أربيل أو أسلامية إلى آخره. لا، ترشيد الاستهلاك أو الإنفاق سيأتي بالتواصل والتكامل مع الآخرين. بعد الكورونا بنعمل إيه؟ يكون إحنا استعدينا بقى، يعني أصبح عندنا ثقافة البناء ما بعد الكورونا. بعد الكورونا المحور الأساسي اللي هو بنتكلم فيه اللي هو بناء الشراكات. يعني احنا دلوقتي يا شباب بقالنا سنتين او ثلاث سنين بنحاول ندمج مؤسستين مع بعض عشان عندنا عجز في الانفاق. احدهم المنتدى الانساني، مكان المنتدى الصراحه ما بنخبيش حاجه، امكانياتنا الماديه ضعيفه، وعندنا حاجه تمام اسمها مؤسسه بيت الزكاه، بندمجهم مع بعض وبنخلي مجلس الامناء ده ومجلس الامناء ده يوافقوا على الاندماج عشان نقلل المصاريف. هنا مرحبا بايه؟ التواصل والتكامل وبناء الشركات والاندماج. لابد ان احنا نؤمن ان احنا كلنا متساوين كمواطنين، كلنا متساوين، ما فيش مواطن احسن من مواطن الا بالعمل ثم بالتقوى بتاعتك او بالتقوى والعمل. كلنا مواطنين لمجتمع واحد، لوطن واحد، لقارة واحدة، لعالم واحد. لابد ان نؤمن يعني من محاسن اللي هو الكورونا ان التلوث البيئي خف، لان الدول العظمى زي امريكا وزي الصين كانوا بيمثلوا ما لا يقل عن 40% من انتاج ثاني اكسيد الكربون اللي بيمثل التلوث البيئي في العالم كله، خف دلوقتي. احنا نحارب التلوث البيئي اللي بيؤدي الى تغير مناخي والارتفاع والاحتباس الحراري. لابد اننا ان نؤمن بنفسنا ان احنا قادرين. الايمان جزء من الحل، انا قادر على ان انا اجد حل لمجتمعي، مقبل حياتك. ولابد ان نحارب اللي هو الدمار قبل كده اللي هو الفساد. لابد اننا نبني قطاع مدني قوي مستقل يستطيع من خلال مؤسساته ان يعاون الدوله ويبني الوطن ويبني المجتمع ويراقب الفساد، لأن مش كل مؤسسات مجتمع مدني هي مؤسسات خيرية، لا، في مؤسسات إنسان، في مؤسسات أخرى غير ربحية بتراقب الفساد إلى آخره. لابد أيضاً إننا إيه، إذا أنت المجتمع المدني إلى آخره، الشباب برضك أنا اتكلمت عنهم، نيو جلوبال، لابد إن نبني مؤسسات عالمية ودولية جديدة. قد تنتهي دور بعض المؤسسات الدولية، لأنه للأسف المؤسسات الدولية إن كان أغلبها حكومية دون ذكر، إلا أن الحكومات أفسدت أداء هذه المؤسسات دون ذكر أي حد عشان ما حدش يزعل منها. لابد علينا أيضا بعد الكورونا أن نراجع تعريف الأشياء مرة أخرى. يعني إيه أخلاق؟ يعني إيه قيم؟ يعني إيه ثقافة؟ يعني إيه إيمان؟ يعني إيه دين؟ يعني إيه كل الحاجات دي كلها؟ يعني إيه وطن؟ يعني إيه مجتمع؟ يعني إيه قبيلة؟ كل الحاجات دي كلها نقعد مع بعض. يعني إيه تاريخ؟ ومين اللي يكتب التاريخ؟ ما ينفعش اللي يكتب التاريخ فقط هو المنتصر. لابد نؤمن إننا نعتمد على مصادرنا المحلية. يعني مثلا بالعراق، صلى على النبي يا رجال الستات كمان، العراق عنده نهرين من أنهار الجنة، ربنا دجلة والفرات، وعنده مصادر جميلة جدا زراعية وحيوانية وكذا وكذا، وعنده بسم الله ما شاء الله وبسم الله ما شاء الله أنا مش بحسدكم، بسم الله ما شاء الله، عنده بسم الله ما شاء الله. بلك أنا مصادري المحلية تمنع استغلال الدول الأخرى لي وتحكم في اقتصادي، فلابد أن أنا أقوي استغلالي لمصادري المحلية. ما يكونش الدول اللي بتصدر لك الأكل والشرب تقول لك أصل ده أرخص. لو كان الشيء اللي احنا بنستورده من الخارج أرخص اليوم، فمنتجي المحلي هو غالي اليوم، لأن بنمي فيه مجتمعي، لأن بقيت فيه فرص عمل لأبنائي، وبعد 10 سنين أو 5 سنين هيكون هو أرخص
حصدروا للخارج. لابد نعتمد على أنفسنا وعلى قدرات محلية. لابد نبني داخل مؤسساتنا نظام الإحلال القيادي. يعني مثلا أنا وظيفتي لمدة سنة أو 5 سنين أو كذا أو كذا. بعدها أنا حمشي. أنا كعضو مجلس إدارة حمشي كذا وهكذا. ويبقى فيه إحلال. لابد يكون موجود. مش مجرد أن أنا أخش داخل المؤسسة بعد من المهد إلى اللحد أو إلى أن أموت بإذن الله سبحانه وتعالى. لابد يكون الحلول بتاعتنا أغلبها كلها أغلبها محلية. أنا عندي أكرونيم اسمه فاتكس، يعني القبلة الدهنية اللي هي يعني الجارية البخية يا سيدي. كان العلاقة بيني وبين المانح إن أنا الحل بتاعي يكون محلي لأنه إبداعي، لأن أكثر الناس تستطيع أنها تحدد أسباب المشاكل وطرق الحلول والعلاج هم المجتمعات المحلية، فلابد أعتمد عليهم. أما بالنسبة للاستثمار في بعد الكورونا، نستثمر في التعليم، كافة أنواع التعليم، تعليم التقليدي إحنا عارفينه، ده التعليم المهني، ده التعليم الحرفي، ده كل أنواع التعليم، كل أنواع التعليم، كل أنواع التعليم. نمرة واحد. نمرة اثنين، لا أتخلى عن رفع الوعي المجتمعي المواطن. النقطة اللي بعدها، أبني 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 أسواق محلية، لأن السوق المحلي تكلفته قليلة لكن بيوفر فرص عمل لأصحاب الدخول البسيطة. يعني أنا مثلا في البيت ممكن يكون عندي ميزانيتي مثلا 1000 دينار أو 1010 دينار، عندكم بعد إيه دلوقتي، أو ممكن أعمل شيء أبيعه في السوق المحلي إلى آخر. نمرة 4، أعتمد على زي ما قلت مصادر المحلية، الزراعة، العراق، أمريكا بتزرع، بريطانيا بتزرع، فرنسا بتزرع، وعندهم محاصيل عمل على الحبوب اللي هي القمح تجارب لمدة 20 سنة بريطانيا عشان يعتمدوا على أنفسهم ما ياخدوش قمح لا من أمريكا ولا من إيه ولا من روسيا. التربية الحيوانية، الحاجات اللي ممكن توفر فرص عمل للناس اللي هم يعني غير متعلمين، يعني أو مش متعلمين، يعني مش عايز أهين حد، يعني أعوذ بالله من الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان، الناس اللي هم ما عندهمش قدرة على أنهم تكمل تعليمهم في الجامعة إلى آخره. والأخير، وده مقطع بقى عشان ننهي بيه، الشباب ندربهم ونأهلهم زي ما سيدنا علي عليه السلام كان بيقول إيه، ربي ابنك لجيله. معنى الكلمة بتاعت سيدنا علي عليه السلام، ربي ابنك لمين؟ مش ليك أنت، أنت جيلك خلاص مشي. إحنا كنا بنلعب في الحارة وفي الشارع بكرة شراب نحط فيها حبة سفين كده، ابني دلوقتي بيلعبوا على الكمبيوتر، مفيش لعبة في الشارع. فربي ابنك لجيله. جزاكم الله خير، أكرمكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، جزاكم الله خير وبارك الله بكم، سدد الله خطاكم وتقبل منكم إن شاء الله تعالى. يعني أنت أستاذي، أعتقد كل الأسئلة اللي وردتنا على قلتها لكن أغلبها جاوبتها، فننتظر يعني أمشي لا على رأسي، يعني ننتظر من الأخوة والأخوات إذا عنده أي واحد مداخلة خليه يتفضل يفتح المايك وتفضل مباشرة. يعني إذا هذه يعني هو الأسئلة اللي وردتنا قليلة جدا، تحبون نبلش بيها؟ يعني يعني مثلا من الأسئلة مثلا، هل الأحزاب السياسية تعتبر منظمات مجتمع مدني؟ أعتقد نعم. جاوبت عليها نعم. إذا كان المجتمع المدني مسيطر عليه الحكم العسكري والحكومة ولا توجد أي حرية للمجتمع المدني، أو أن يكون عمله محدود أو موجه حسب حاجة الحكم العسكري أو الحكومة أو الملك، كيف يمكن ننهض من هذا التحكم ويكون مجتمع للمجتمع؟ هو ذا للأسف حصل في كثير من الدول، خاصة الدول اللي بيحكمها مؤسسات عسكرية، وللأسف يعني محادث، وده خلي بالكو يعني ده بيؤدي لمنظومة اسمها منظومة التطرف.
منظومة الصدمات ومنظومة الإرهاب اللي احنا شايفينه في كثير جدا من الدول. يعني الناس مش عارفة تتنفس. يعني تبقى انت عندك مثلا في دولة، في دولة ما 40 مليون نسمة او 50 مليون نسمة، والدولة دي يحكمها 1000 شخص، يخدمهم الدائرة الأولى حوالي 1000 شخص، 5000 شخص في الدائرة الثانية، 100,000 شخص في الدائرة الثالثة وكذا. فأصبح هذه الأنظمة العسكرية أو الدكتاتورية، وقد لا تكون عسكرية، هي تريد فقط أنها تحافظ على وجودها نمرة واحد. لذلك بيكون إنفاق هذه الدول بالدرجة الأولى 70-80% من الإنفاق ليس على الخدمات الاجتماعية ولكن على الأمن والجيش. وده مما يصيب الشعوب بالضجر وارتفاع معدلات الجريمة إلى آخر. وده حصل في التاريخ كتير جدا في دول مختلفة في العالم كله. يعني كانت غنية دول غنية، لكنها كانت يعني تعرفوا معناها إيه إن المجتمع مدني يا شباب، أو إن الإنسان يحس بحريته. كلما ازداد مناخ الحريات كلما ازداد مناخ الانتماء للوطن، كلما ازداد مناخ الإبداع، كلما ازداد مناخ البناء المجتمعي، كلما ازداد مناخ بناء الحضارة والنهضة التي ممكن يبرز بها هذا المجتمع في الخارج. انت بتحول تحكم الدولة الى دولة الرجل الواحد او المرأة الواحدة او الحزب الواحد او المذهب الواحد. ده غلط 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 غلط. من اراد ان يدمر مجتمعه يقلص مناخ الحريات ويجعلها في قبضة مجموعة صغيرة من الناس. واضح دكتور. العفو، سؤال آخر. تكلم الدكتور عن ترخيص مكتب في دولة أخرى كمركز ثاني للمؤسسة يضمن استمرار عملها في حال توقف مركزها الأصلي، فما هي الدول الأوروبية تقبل الترخيص الأجانب، وهل سيكون فرع أم جمعية جديدة؟ هي طبعا كل المكاتب اللي كنت عنها دي اخ حميد وجزاه الله اخ خيرا، سواء كانت امراه او اخ من الاخوه، يعني هي مؤسسات وطنيه محليه، لانها لو كانت مؤسسات فرع من المؤسسه الام لن تعفو من الضرائب. فمثلا لما انت بتروح المانيا بتسجل مؤسسه المانيه، بتروح امريكا بس نفس الاسم، يبقى بينك وبين المؤسسه الام المكتب الرئيسي اتفاق، اللي هو ورقه يعني ورقة التفاهم بينك والمؤسسة الأم. شوف إيه صلاحياتك، صلاحياتك في العمل، تعمل في بلدك ما تشاء. أما بالنسبة لو عملتها فرع لن تعفى من الضرائب. فلذلك المثل اللي أنا ضربته من أول ده يا أخ حميد وكل الإخوة والأخوات، إحنا ربنا أكرمنا إن إحنا كنا بنشتغل في الثمانينات وكان الجو لسه جميل، يعني الشمس طالعة والدنيا ربيع والجو بديع إلى آخره. فاستطعنا بفضل سبحانه وتعالى ما بين الخمس سنوات الأخيرة من الثمانينيات والخمس سنوات الأولى من التسعينيات نسجل في كافة الدول الأوروبية وأغلب الدول الأوروبية. حالياً التسجيل قد يكون أصعب لكن ما زال متاح، ما زال ما عنديش مشكلة أن يكون أنت الأصل في العراق لكن عندك مؤسسة تحمل نفس الاسم في فرانكفورت، في نيويورك، في لندن إلى آخره إلى آخره. بس وانت بتسجل مؤسسة كمؤسسة وطنية بريطانية أو مؤسسة وطنية محلية أمريكية، تختار الناس اللي أصلح واللي تثق فيهم، وفي نفس الوقت يكون بينك وبينهم العلاقة دي، الاسم والشعار، في أشياء كتير جدا ممكن نتكلم عنها في محاضرات أخرى. تمام، جزاك الله خير إن شاء الله تعالى، بارك الله بك. كيفية سؤال آخر، كيفية عمل الاستدامة النظامات المدنية الصغيرة في أوضاع عدم دعم الحكومات من جهة وعدم استقرار الدعم للمنظمات الدولية؟ أتصور كثير تكلمت عنها عن المحاضرة. نعم، أنا دائما من بعض الشباب يكلموني كده، هم متضايقين زعلانين. يعني عندي مثل وإحنا صغيرين كنا بقوله على قد الحافة مد رجليك. نعم، واضح 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 والله واضح. الحافة مد الحافة. نعم، أخد بالك. فمعناها ايه؟ معناها ان انا مش عايز اوسع كتير جدا وما عنديش حاجه. يعني مثلا في جمعيات هنا دخلها 50-60 ألف جنيه في بريطانيا، تقول لك انا مسافر في 20 دوله
وأمارس إيه؟ ده تدليس، لأن دخل المجتمع المدني دلوقتي أو دخل بعض المؤسسات دي ناس مدلسين وناس هم دخلاء عن على هذا القطاع من المجتمع المدني. في حاجتين، الحاجة الأولى إن أنا أقعد كمؤسسة صغيرة عشان أحافظ على مقدراتي، أقعد مع مؤسسة تانية صغيرة ونتفق مع بعض مين اللي بيشتغل في المية، مين اللي بيشتغل في التعليم، مين اللي بيشتغل في الصحة، تعالوا نتكامل مع بعض نعمل مشروع مع بعض. مثلا مشروع يكلف 50,000 دينار أو 100,000 دينار أو 200,000 دينار أو 1,000,000 دينار، إيه رأيكم نعمل المشروع ده إحنا الخمسة مع بعض بالك، ويطلع باسمنا إحنا الخمسة. أنا بضرب المثل ده، إحنا عملناه في 2006 الاجتياح الإسرائيلي لجنوب لبنان، كان في جمعيات 6 جمعيات داخلين معانا شراكة، عملنا صندوق بست شعارات عشان نريح الناس نفسية على حكاية الشعار دي، لكن المؤسسة اللي دفعت 100,000 خدت حصتها ب 100,000، واللي دفعت 5,000 خدت حصتها 5,000، دفعت 10,000 يعني. لكن كل مؤسسة دخلت في الشراكة ارتاحت نفسيا لأن شعارها على كل صندوق، نوع من أنواع الشراكة بتبني عشان تريح الناس كلها، تاخد من الكبير وتاخد من الصغير. فلا بد المؤسسات الصغيرة دي كلها، يعني مثلا انا ضربت المثل ان احنا بنندمج مع مؤسسه ثانيه، احنا مش قادرين نكمل لوحدنا، ما يقولكش مثلا اصل فلان الفلان ده شخصيه عالميه مش هيجيب فلوس، لان الكلام اللي احنا بنعمله اخ حميد دلوقتي والاخوه والاخوات ما بيجيبش فلوس، لو كان بتاع التنسيق والتاهيل والتدريب وعمل حاجات ما بيجيبش فلوس، لان احنا ما زلنا يعني شعوب او منيحين لا يؤمنوا بالتنسيق ولا بالابحاث ولا بورش العمل ولا بالتدريب، يؤمنوا بالكوارث، تحصل الكارثه خد فلوس. طب يا ابني نسمع نمنع الكارثه، يقول لك لا ما عنديش فلوس دي. يعني انا مره من المرات في اذان باكستان في 2008 ولا 2010 مش فاكر، 2008 او 2010، احد المتبرعين جزاه الله خير اداني $1,000,000، رحت له بعد كده بقى متشجع علشان اخد منه مبلغ للمكتب $50,000، ما خدتش المبلغ لان ده لبناء قدرات المكتب والموظفين وحبت أجهزة، لكن بالنسبة للكارثة خد $1,000,000 هو على طول. فأنت عايز برضك تعلم المانح يا أخوانا، لو أنا مش هعمل تدريب ومش هعمل أبحاث هديكم أرقام غلط، هنفذ وهدي الأموال بتاعتك. نعم. سؤال آخر يقول كيف نطور من إمكانيات الشباب في ظل السبل المحدودة لذلك؟ أهم شيء أن أنت تؤمن بدور الشباب، نمرة واحد. نمرة اثنين، أن الشباب يحسوا أنهم بيرتاحوا لما يجوا عندك المؤسسة، حتى لما كنتش عندك. في مثلا مصري بيقول لك إيه، لقيني ولا تغديني، يعني بالعراق بتقولوه ده ولا لقيني ولا تغديني، يعني أكو شيء يعني يقول لك إيه، يعني وفي مثلا تاني يقول لك بس محب خروف. فلما ننظر إن صاحب الجمعية أو مسؤولين في الجمعية ومسؤولين عندهم ثقافة استقبال والترحيب المتطوع، دي هتخلي المتطوع يعمل أشياء غير عادية. نمرة واحد. نمرة اثنين، أرخص حاجة فيه إن أنا أثق في هذا الشاب أو هذا الشاب. مثلا كنت بكلم مع شاب أمس من إدلب، كل شويه يجيب لي المشاكل 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 المشاكل، لغايه في الاخر بدون ذكر اسمه قلت له يا ابني بقى نتكلم في حلول، انت انا عارفين في مشاكل وكذا وفي فساد وكذا، يعني ما فيش، طب ايه الحلول بقى؟ فكر لي في الحلول. انا الشاب لما يجي لي اقول له تعالى اقعد هنا، شوف بقى روح الحي الفلاني واعمل كذا وكذا بدون تكاليف، او ممكن اديله سندوتش، لان احنا عندنا قانون في بريطانيا بيقول لك لو حد توظف عندك كمتطوع، مش توظف يعني كمتطوع، يعني من حقه عليك تديله حق المواصلات ووجبه في اليوم، حق المواصلات ووجبه في اليوم. انا ممكن اوفر ده للشاب، بس انا لازم اهم شيء في الموضوع ده اخ حميد وكل الاخوه والاخوات، ان الشاب بيحس ان انا يعني بحب مجيئه للمكان، بديله مسؤوليه، بديله قيمه. شوف لما تدي للشاب ده قيمه وهو جاي لك هيعمل لك حاجات زي السحر. نعم، زي الكلمة الحلوة صدقة، الابتسامة صدقة، كل نعم. الحاجات دي احنا نقول لك ايه، بس ايش دخل دي في الإدارة؟ تخيل بقى انا مثلا، انا اعوذ بالله من الكلمة دي، كنت عبوس في مرحلة من المراحل وانا كده، وكنت يعني سيء الخلق والناس بتخاف مني جدا،
لدرجة إنه واحد من الشباب ولا ماشي سمع صوتي وهو في الحمام فبلي نفسه. وهو كان برا الحمام يعني، هو كان داخل الحمام وكنت خارج يعني، من كتر الخط ده يعني وللأسف يعني. فما ينفعش ده، إزاي أنت تستوعب هؤلاء الشباب ويحسوا إن أنت بتحبهم وعايز تفيدهم؟ وقد تكون في بعض الأحيان قاسي شوية، لكنهم هيتعلموا في الآخر. يعني مع قسوة، أنا كنت لسه بكلم أحد الإخوة اللي أنتوا عارفينه بس مش حول اسمه، اللي هو معروف عن مستوى العالم، قلت له فاكر يا فلان فلاني أنا ياما ما نيمتك ليالي ما نمتش فيها؟ قال لي نعم. قلت له ياما خليت أيامك سودة؟ نعم. قلت له ياما جبت لك مرض؟ قال لي نعم. بس رجع رد علي قال بس الحمد لله كل هذه الأشياء خلتني أنا أتعلم. في ناس مش هتقدر تستحمل ده، صح؟ في ناس من الشباب مش هيقدروا يستحملوا ده، فلابد انا اكون اراعي الشباب دول كاب ليهم او كام ليهم. تمام. سؤال اخر اللي وصلنا، طبعا يعني شويه اسئله هوايه بس، اليس من الخطر ان تدير منظمه مجتمع مدني ان تدير مشروع انتاجي المخاطره بالاستثمار واعضاء يعني تيجي تسوي مشروع انتاجي حتى يدروا لها فلوس للمؤسسه؟ مشروع تجاري. مشروع تجاري. لا انا لما قلت حاجه، قلت دي شركه تجاريه مستقله عن المؤسسه. نعم. ربحها او ربحها للمؤسسه. يعني احنا لما اسسنا الشركه كانت بتاعت تدوير الملابس دي سنه 92 او 91، يعني بتتكلم انت مثلا تقرب 30 سنه دلوقتي، مجلس اداره مستقل عن المؤسسه الام، لكن كتبنا فيها ان كل ارباحها تبقى تتبرع سنويا للمؤسسه الام، تبقى صفر في الربح، فتعفى من الضرائب، ياخذ على الارباح دي ضرائب. فدي بقى لها 20 سنه بتعمل ارباح، واهم شيء في الارباح دول اللي هو توظيف 120 او 130 موظف، يعتبر بنسميه احنا الراس المال الاجتماعي سوشيال كابيتال، تمام، اللي هو الفاينانشال كابيتال. فدي تمام. مستقله وكل ما نمت المؤسسه وكل ما نضجت المؤسسه تستطيع انها تعمل لها مؤسسات رديفه وشركات رديفه بادارات متخصصه، لكن بيكون في علاقه بينها وبين المؤسسه الام بحيث ان الدخل من هذه المؤسسات يرجع للمؤسسه الام اللي كتبها النظام. واضح. سؤالين يعني سريع، ما هي شروط انضمام الشباب إلى مجلس الإدارة؟ ما هي شروط انضمام النساء إلى مجلس الإدارة؟ نهاية شنو تعقب عليه دكتور؟ أنا ما أعرفش يعني القانون اللي عندكم في بغداد شكله إيه يعني؟ هو بيقول لك والله مجلس الإدارة ده ممكن يكون صلاحيته لمدة 3 سنين أو 5 سنين. نعم. ممكن يكون أعضاء مجلس الإدارة يقعدوا دورة أو دورتين. الأصل هنا في بريطانيا إن الناس بتعمل إعلانات زي الوظائف. ففي الاعلانات دول بيقولوا والله احنا عايزين مثلا عضو مجلس اداره يعني ليه خلفيه قانونيه، يعني هيكون محامي. نعم. او عضو مجلس اداره بيكون ليه خلفيه تجاريه، يعني رجل اعمال او نعم. او امراه اعمال، او عضو مجلس اداره ليه خلفيه تعليميه او خلفيه يعني. فانت بتحط في الاعلان بتاعتك كانك بتدور على وظيفه. انا ما اعرفش هل ده موجود في العراق ولا لا، ده اللي احنا بنحاول نعمله، لان المجتمع المواطنين اللي موجودين هنا عندنا يعني في المنطقة اللي أنا عايش فيها دي بيحسوا إنه لما يصبح عضو مجلس إدارة في مؤسسة المؤسسات دي ده شرف لي، يمشي في الشارع أنا عضو مجلس إدارة، أنا ده بيعتبر إيه زي ما تقول إيه دخل هذه الموسوعة. هنا بيعلنوا في الجرائد، هل إحنا وصلنا في العراق هذا الأمر ولا ما زلنا لم نصل؟ لكن هو الأصل القانون الأساسي اللي بتوافق عليه عندكم وزارة الشؤون الاجتماعية ولا مش عارف مين اللي بيوافق عندكم، اللي نعم. انت كل 3 سنين تغير. نعم. عندك جمعيه عموميه، ممكن يكون عندك جمعيه عموميه. نعم. جمعيه عموميه بتكون يعني ايه انت برضك الناس بتخش فيها، بيكون لها شروط. انت ممكن احط كرئيس مجلس اداره او مجلس اداره نفسه احط نسب، اقول والله انا عايز مجلس اداره بتاعتي يكونوا على الاقل فيه ثلث نساء. تمام. وثلث شباب. فبالتالي انا بعمل الكوتا دي علشان ده بيجي ده بايه؟ بيتاتى حينما يؤمن اعضاء مجلس الاداره بانهم يحتاجون. المشكله اللي بقول لك احنا مش محتاجين دول، لكن انا بقول لك يا كل الاخوه اللي بيسمعوا الاخوات ان بعد الكورونا القياده هتكون للشباب.
إن شاء الله تعالى. كيف يمكن تغيير نظرة الناس والمجتمع للمنظمات الإنسانية بأنها منظمات نفعية ومساعدة للناس عبارة عن رياء على الرغم من عملها الدؤوب والصادق؟ كيف يمكن تغيير نظرة الناس؟ نعم. هو في بعض الأحيان اللي هو إن المؤسسات الإنسانية خاصة في المنطقة العربية ضعيفة، ما بتصرفش فلوس على إيه؟ على الإعلام. بيكون في زي ما بيقول لك كده يعني واحد فاسد داخل 1000 موظف أو داخل 1000000 موظف، هو اللي هم اللي بيتنطنوا عليه. إزاي بقى ندافع عن المجتمع المدني والمؤسسات دي كلها؟ إننا زي ما قلت أنا بكده نبني ائتلافات ونبني تكتلات. فرقتك إنها لأن إحنا مثلا في منتدى الخير الإسلامي اللي حضرتك تكلمت عنه في البداية ده، في جمعيات هنا في بريطانيا مش عارف أقلب بيه في العمل، مش في كذا، لا هنا في جمعيات هنا مثلا جامعة الرجل الواحد، في جمعيات هنا يعني سيطرت عليها الحكومة وأزالت مجلس الإدارة بالقانون وعيد مجلس الإدارة جديد. ليه؟ لأن خلاص مجلس الإدارة ما بيستجيبش وعباله 25 سنة. في جمعيات أخرى يعني فما تبص في جمعيات أخرى أعضاء مجلس إدارة يعني أو رئيس مجلس إدارة خلط ما بين شركاته الخاصة زي ما أنتم أنا بقولك دي حرام، ما بين شركاته الخاصة وعاملين تلفزيون وعاملين كذا وعاملين كذا وعاملين كذا، كان ياخد الدخل من هنا يدير شركة معينة، الشركة يدير شركة معينة فرجع له، لدرجة إن في يوم من الأيام اتضح لنا إن المدير العام بتاعها بياخد أكثر من 100,000 جنيه، ده يعتبر يعني مثل فاسد. مثل فاسد، لكن ده ما ده لا يعني يديك الذريعة لأن كل عمل فاسد. احنا عندنا دلوقتي في وسط أزمة الكورونا في شباب في المؤسسات جالهم الكورونا، عارف ليه؟ لأنهم قاعدين ليل نهار بيوزعوا مواد عينية على البيوت. في مؤسستين في يمكن 8 أو 9 شباب أصيبوا بالكورونا. فما تيجي تبص المؤسسات، في مؤسسات شبابها وشاباتها قتلوا في الصومال وفي أفغانستان وفي باكستان إلى آخره. قتلوا ليه؟ لأن يعني بيشتغلوا في خط النار الأول. فلما تتكلم عن هذه الشريحة اللي بنت عمل خيري إنساني على مستوى العالم رائد، تيجي عشان واحد فاسد يبقى أنت لأنك مريض يوم ضارب القطاع كله، ده غلط وحرام. ده في حرمانية كبيرة جدا إنك بتمنع الخير من أن يصل من أهل الخير للمستفيدين. تمام. سؤال آخر، كيفية التعامل مع المنظمات الدولية والتي تعمل مع المنظمات المحلية لأجل تطويرها ماليا وإداريا؟ تعامل مع المنظمات الدولية أستاذنا. أنت من حقك مثلا في العلاقة الأمم المتحدة الأمريكية مكاتب، صح؟ لا مكتب اسمه إيه ده ربي برنامج الإعلامي، لا مكتب بتاع أوتشا، الحاجات دي. أنت من حقك كمؤسسة محلية تقول لهم أنا عايز أحضر الاجتماع وتكتب لهم، مقبلك؟ لابد تحضر اجتماع، ولو الاجتماع باللغة العربية أقول لهم لا احنا عايزين باللغة الإنجليزية، أقول لهم عايزين مترجمين على الاجتماع باللغة العربية. الأمم المتحدة مش من حقها المؤسسة الدولية إنها تمنعك من حضور الاجتماعات بتاعتها، لكن احنا بنعرف كيف نتواصل معهم. كيف نتواصل معهم؟ فلذلك توظيف الشباب المؤهل عندي الذي يستطيع أن يتكلم لغات مختلفة قد يكون هو أنسب الناس إننا ندفعه لحضور مثل هذه الاجتماعات. أكيد. عمل مؤتمر مثلا، أنا أحضر المؤتمر عشان أتعرف على الناس. اخواننا الكوميونيكيشن ده يعني التواصل ليه ابعاد خطيره جدا في بناء الدفاع عنك. انا هقول لك حاجه، صلي على النبي اللهم صل على سيدنا محمد. احنا من اعوذ بالله مش اعوذ بالله من زمان كنا نؤمن بالتواصل والانفتاح. فقبل حرب البوسنه بسنه او سنتين يعني في اول التسعينيات بدانا ننفتح على المجتمع الدولي، نحضر مؤتمرات، نحضر ورش، نحضر كذا. فلما كنا بنحضر كنا بنتعلم. يعني شوف أول حاجة يا أخ حميد وكل الشباب اللي موجودين، أتكلم عن نفسي، أنا لما كنت بحضر كنت بسمع لأنه كنت عارف لا ثقافة الحوار ولا مناخ الحوار ولا فلسفة اللغة اللي بيكلموها. بعد سنتين أو ثلاث سنين أسمع عشان أتعلم، أروح نيويورك، أروح
جنيفا اروح كذا اروح كذا اروح كذا الى اخره. الى ان بدات افهم بعد 3 سنين وبدانا نحس ان دور ان نتكامل مع مؤسسات غير مسلمه في بريطانيا فانفتحنا على الجميع. فلما جه 11 سبتمبر يا اخ حميد وليكم كلكم يا شباب، ليه ما ضربوش الاغاثه الاسلاميه في امريكا وكان ليها مكتب في لوس انجلوس ومكتب في نيويورك؟ لانها كانت فتحت ابوابها على مصراعيها للمجتمع الدولي والمجتمع كله 10 او 11 سنه قبل 11 سبتمبر. الانفتاح على الاخر يا اخ حميد مسيره، ما هي صوره مش واحده انا لقيته في المؤتمر وخدت معاه صوره حطيتها في المجله، لا مش هيديك ريفرنس. انا كنت لسه في جنوب السودان وقبلها كنت في ديسمبر السنه اللي فاتت مع الاوتشا في سويسرا في جلسه خاصه عشان نتكلم عن كيف نخرج موظفينها من الابراج العاجله هم عايشين تمام مع يفتحوا الابواب. نفس بالظبط اللي انت بتتكلم فيه ده، يفتحوا الابواب للمجتمعات المحليه. لما رحت هناك حضرتك انا بقابل مسؤول البلد كلها في جنوب السودان عشان اعرفه على الشباب والجمعيه دي والجمعيه دي والجمعيه. والراجل رحب جدا وذكر لي جمعيات من جنوب السودان عشان يبعتها للناس يشتغلوا معاها الى اخره. فانت الموضوع ده اتفتح امتى يا اخ حميد؟ انا بتكلم عن سنه 1990 يا شباب، اوعوا تفتكروا انكم هتخشوا كده هيفتحوا لكم الباب، لا لازم يعرفوك انت مين. فانت كل العمل ده مسيره لابد ان نبني لها اطر تجعلها مستمره ولها حيثيه مستقله ولها انجاز ولها لا انجازات ملموسه تحتاجها الدول. يعني في قضيه اليمن في 2014 او 15 بعد اللي هو الازمه بتاعت اليمن لما حصلت دي الحرب اللي حصلت في اليمن دي كلها، كان مسؤول اليمن مين؟ كانت هي مدير مكتب اللي هو رئيس برنامج الغذاء العالمي في روما. اللي انا قابلته في 2004 او في 2005 او وكانت ست عراقيه بسم الله ما شاء الله ناس كانت من عندكم عراقيه بسم الله ما شاء الله. ولما انا شفتها هناك قالت لي دكتور هاني ازيك انا محتاسه في اليمن عايز حد ينفذ نثق فيه، عندك حد؟ كان جنبي دكتور شفتك 2015 او 16 بعد الحرب ما بدات، لانها تعرفني من امتى. قابلت المدير العام بتاعها في المكتب كان عندي لقاء معاه وبعدين اديت لهم محاضره، كان راجل محترم جدا يعني شاف عارف عايش دلوقتي ولا مش عايش يعني وهكذا، في الجلوبال استراتيجي ميتنج اللي هو الجلسه الدوليه او الجلسه العالميه الاستراتيجيه ليهم، وخلاني انطلق. فاصبح في تاريخ زي ما انا كنت بقول. قالت لي يا دكتور هاني مش حاسسني نفس. قلت له تعالى يا دكتور محمد العشماوي كان هو رئيس المدير التنفيذي للغاية الثانية. اول ما قعد على الترابيزه اديني 10 مليون، قالت له 10 مليون بالراحه بس بالراحه بس. يعني بقول لك يعني ما تخش كده على طول. تعرف انتهى الامر وخدوا منهم كام؟ 40 او 50 مليون دولار. بس المسيره بدات امتى؟ بدات قبلها ب 10 12 سنه. عشان يعرفوك. فاللي انا بقوله يا اخوانا يعني العلاقات الدوليه والانفتاح على الاخر ده حاجه اسمها خطه طويله الامد. لابد ان انا نوظف لها شباب او ناس يستطيعوا انهم يتحدثوا مع الاخر. تمام. بس. تمام. في ظل البطاله الموجوده وافواج من الخريجين في العراق وتوفر وسائل التدريب بدون الحصول على عمل، كيف ممكن للشاب أن يدير حياته أو ينهض لعمل توعية الشباب؟ يعني هذا السؤال. أنا شوف عندي حلم زي ما أنا قلت لك يا أخ، وأنا والله أنا بحلم بيك، أنا بحلم بيك من عبد الحليم حافظ، إن ما سألتش فيا يبقى كفاية عليا، مش عارف إيه بقى، نسيت الأغاني. أنا الحلم الأولاني قلته هو تربية الشباب. الحلم الثاني اللي هو الأسواق الشعبية. بمعنى الاسواق الشعبيه دي معناها ايه؟ يعني هي في تركيا موجوده اللي هي البازارات، لو انت رحت تركيا كتير بتلاقي من السبت والحد والحاجات دي كلها. هنا في بريطانيا انا برضك عملت حلقه عليها اللي هي بنسميها الاوبن ماركت اللي هو السوق المفتوح.
السنة بتحضر بيبقى إذا أخي حميد عشان الناس اللي ما عندهمش رأس مال كبير بيبقى في ترابيزة اللي أنا قاعد عليها دي كلها الترابيزة بتتأجر باليوم باليوم يعني أنا بعمل سوق شعبي مثلا عندك أنت بتبقى في العراق الأرض مساحتها إيه بالمتر ولا بالهكتار ولا إيه نعم بإيه ما أنا مش عارف دونم بالدونم ألف متر يعني أقل من عند أكثر من الهكتار الدونم أكثر من الهكتار أكثر من ال من الفدان عندكم طيب نفرض أنها دونم أو هكتار أنا بعمل فيها إيه الأسواق الشعبية دي زي ما شفناها في تركيا وشفناها هنا في بريطانيا وشفناها في أماكن كتير جدا الناس اللي ما عندهمش دخل بيأجروا الطاولة باليوم باليوم لأنه ما قدرش يأجر كشك ما قدرش يأجر محل فبالتالي بيجي يبيع في اليوم ويكسب ده بالنسبة للطالب أو بالنسبة للشاب الصغير أو بالنسبة للأهالي اللي هم يعني ايه ممكن يعملوا شيء ويروحوا يبيعوه وده حصل في تركيا اللي هي اقتصادها جيد وحصل في بريطانيا يعني في بريطانيا كان في ناس في ايام للمأكولات في ايام للخضروات في ايام للسمك في ايام للحاجات الالكترونيه الى اخره الى اخره لو فرص اول فرص ثاني فرص ثالث لكن ليه بهتم جدا بالاسواق الشعبيه يعني دي بتوفر فرص عمل للناس اللي ما عندهمش مهنه او حرفه وما عندهمش دخل بالنسبة للشاب اللي هو عنده خريج جامعة أنا شخصياً بهتم دلوقتي بأن أنا إيه أعمل شيء على الـ على الـ على السوشيال ميديا إذا كان هم يعني أقوياء في السوشيال ميديا الأخير. لكن بالتالي أنا ممكن أشارك مع شاب صغير زي ونعمل مبادرة تجارية زي ما أنا اتكلمت على الدنبر اللي كان حصل في الموسم ده شاب صغير يعني مش عارف حاجة وعشرين ولا حاجة وثلاثين سنة وطلع مشروع ناجح جداً فبالتالي يعني مش هنعجز اننا نعمل دخل سؤال اخر كيف نقنع المانح باهميه برامج التربيه وزرع القيم في ظل الظروف الاقتصاديه بعد ازمه كورونا والله انت طبعا المانح دايما بيبص على المنطقه الحمراء اللي هي الدمار القتل الموت المرض الحاجات دي كلها فوانت بتقدم له القصة عدد القتلى وكذا 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 حط له البرنامج التربوي في النص لأن المانح دلوقتي خايف يعني خايف من إيه؟ خايف يدي فلوس للمؤسسات الدينية أجيب من الآخر أنا يعني عشان ما حدش إيه بقى يعني يعني زي ما تقول إيه يديني محاضرات أو يدينا محاضرات أقول لك يا عم دول الدرويش مش عايزينهم يا عم دول كذا مش عايزينهم لا أنا بقول لك أنا عندي دلوقتي كل يوم عندي ناس كذا كذا أو الناس اللي عندها السل والضرر أو الناس اللي عندها الإيدز تعرف كم واحد مات من الإيدز من ساعة ما اكتشفوا مرض الإيدز لغاية دلوقتي في 40 سنة أو 50 سنة اللي فاتوا 30 مليون نعم 30 مليون مسجلة نظمة الصحة العالمية 30 مليون من الستينات إلى يومنا هذا لكن لأن الإيدز دي ثقافة ثقافته معناها ايه؟ ثقافته معناها ان 80 90% من اللي بيجي لهم مرض الايدز من ممارسات الجنسيه الخاطئه. بالك؟ ده غير بقى اللي حاملين الفيروس وعايشين عيشه تعبانه جدا. اللي مش قادرين يعالجوا نفسهم لاخرنا. فانت بتخش لهم من محور الكارثه اللي فيها جزء قيم. لكن هنخش بجزء قيم فقط مش هيدي. تمام. هناك بعض المؤسسات خارج العراق تتفق معك على إعادة جزء من المبلغ المحول لمنظمتك بعد وصول مبلغ لحساب المنظمة مقابل استمرار بالعمل كيف أتعامل مع هذه الحالة؟ يعني إيه مش فاهم السؤال؟ والله أنا هم من مفتهمت يعني هو أنا فهمت يعني هو بديك 100 جنيه عشان يكتب إن هو حول لك 100 جنيه نعم يقول لك رجع لي 10 منهم. نعم. ها؟ لا ده ما ينفعش الكلام ده. ها. ما ينفعش. إلا لو أنت رجعته له تبرع وهو يديك رسيد. زي ما مثلا في غسيل الأموال يقول لك إيه؟ اديني وصف ب 1000 دولار.
ودي مسكوا احد الجمعيات في امريكا من التسعينات وسجلوا لهم حبه حاجات زي كده يقول عشان ايه الضرايب. فالراجل ايه بيقول له اديني وصل بمبلغ اكبر او بنفس المبلغ ورجع لي جزء كاش من المبلغ. فالوصل يطلع مثلا ب $1,000 هم يديله $200 ثاني. فلما ياخد صاحب المال اللي ادهوله ده $1,000 هيقدمه للحكومه الامريكيه على انها تبرع معفى من الضريبه. تمام واضح العفو. بس الاخواني بالنسبه للاسئله الخاصه بالمؤسسه يعني يا ريت ابعث اللي هي عن الدكتور على الخاص لان هذه حالات خاصه يعني. فبس على مدى الامر يعني هل المقصود ان الجمعيه او المنظمه تستثمر لصالحها في مشاريع ام يقصد الشراكات مع منظمات؟ اعتقد جاوبت عليه دكتور هذا السؤال. نعم. جاوبت عليه. وكل يعني مثلا اديك مثلا مثال ثاني اوكسفام. نعم. كانت هي اكبر مؤسسه عندها محلات تجاريه. وهي مش تجاريه. نعم. اللي هو المحلات التجاريه الخيريه بتاعتها 900 محل او 850 محل تقريبا. فدول كانوا بيمثلوا شريحه من تلقي التبرعات العينيه عاليه جدا. نعم. شريحه للدخل لان بيخش هناك ده يعتبر مكتب لاوكسفام في شارع معين. شريحه للتطوع لان المجتمع مهم بالتطوع. بتلاقي الناس الكبار في السن اللي قاعدين في البيت ما بيعملوش حاجه يجي يتطوع في اليوم ساعتين او ثلاث ساعات بس يقعد ايه يقابل الناس كده. فلكن كانت لا وكان بيدخلها دخل محترم يعني. لكن دي منفصله عن اوكسفام الخيريه. دي ما بيقدر منفصل عنها لكن الارباح بتديها لايه لاوكسفام الخيريه. تمام. احنا مثل ما قلنا اخواني هم الاداره دي يدزوا ليها مدى اشوف الاسماء بصراحه يعني الاسماء اللي كاتبين الاسئله لكن الاسئله الخاصه بالمؤسسه الواحده ان شاء الله نبعثها للدكتور بشكل شخصي باذن الله. نفتقر سؤال اخر يعني نفتقر لوجود اناس متخصصون او اناس متفرغون للتعاون مع الشباب فكيف نعالج هذا الامر بطرق عمليه؟ يعني نفتقر لناس يعرف كيف يتعامل مع الشباب ولا احنا مش مهمين بالشباب؟ وجود اناس متخصصون او اناس متفرغون فكيف نعالج هذا الامر؟ يعني هم يريدون يتعاملون مع الشباب لكن اكو فقر بهذا الموضوع في ناحيه المتخصصين يعني والمتفرغين ايضا يعني قد هو يكون متخصص لكن ما متفرغ فمدى يقدر يدعم المؤسسه بالخبرات اللازمه للعمل بالشباب بطريقه. طبعا بالنسبه للمتطوع يا اخ حميد وللاخ اللي سائل والاخت اللي سائله السؤال التطوع استثمار. الاستثمار في المتطوعين استثمار حقيقي. نعم استثمار حقيقي. يعني انا بضرب الامثال دلوقتي ان كتير جدا من الشباب المتطوع في الثمانينات والتسعينات اللي انا كنت بشتغل معاهم حاليا في مراكز مرموقه في الامم المتحده. واحد فيهم دلوقتي تعرف فين؟ مسؤول دفن في تركيا. ما شاء الله أقبلك. وده كان في ثانوي بسم الله ما شاء الله. واحد فيهم في مكتب الامين العام المساعد لأوتشا في نيويورك. واحد فيهم ده كان شاب متطوع. واحد فيهم اللي هو مدير او الرئيس الاغاثه الاسلاميه في امريكا الى اخره. واحد يعني الحاجات دي كلها لما انت بتهتم بالشاب لما يجي لك هو ده معناه ان انت في تكوينك الشخصي عايز ايه تستثمر في الموضوع ده. الجيل الاول يا اخ حميد وليكم كلكم كان بيشتغل بعفويه زي حالاتي وزي الدكتور عبد الرحمن السميط الله يرحمه وزي اخرين الله يرحمهم او يكرمهم يعني. لكن كان روح هذا الجيل خاصه واحد زي عبد الرحمن السميط رحمه الله عليه كان لما احسن المستوعين تعرف كان منحه ايه لاحسن المتطوعين في العام ياخد معاه رحله لافريقيا يقول له تعالى انت حتى ايه تجي لي تطلع معايا رحله في افريقيا. حلوه بالك. فبالتالي لابد المسؤول في داخل الجمعيه يا اخي يفهم معناها ايه التطوع. يكون هو عنده اخلاقيات المعلم الذي سيعلم المتطوع لان التطوع اصبح علم ليه اخلاقيات وليه حيثيات وليه ادبيات وهو جزء من حياتنا
لأننا احنا امنا بالمتطوعين وبدأنا نستثمر زي ولا اعتبر ان الشاب المتطوع عندك ده زي ابنك وبنتك. اعتبر المتطوع عندك ده ما عندوش وظيفة وعايز يقعد 3 4 اشهر عندك عشان يستطيع انه يتعلم ايه بعض الاشياء التقنية عشان يحصل على وظيفة. اعتبر المتطوع ده يا سيدي زي المستفيد وانت بتساعده ذهنيا وفكريا وتقنيا وتربويا. ما انت لو انت عندك 5-6 شباب متطوعين عندك انا بربيهم. انا برجع للسؤال بتاع التربيه. انا لو ربيت 5 ولا 10 متطوعين كل 3 اشهر هيبقى عندي جيش من المتطوعين بعد كده في المستقبل يطلع منهم قيادات مختلفه. فلابد نرجع تاني النقطة اللي انا اتكلمت عنها ان هل انا اؤمن بالتطوع ولا انا موظف بس. وخلي بالك يا اخ حميد التطوع معناه ايه؟ معناه المسؤول على ملف التطوع في الجمعيه يشتغل بلا حدود. وبالك يعني يكلمه حد وبعدين خلي يطلع على ايه؟ قد يطلع على اسرار عند المتطوعه دي هي ما بتقولهاش لابوها وامها. ليه؟ لان حسيتك انك زي ابوها. يعني كان في بعض الشباب الصغيرين في المجتمع مسؤول الجمعيه كان بيخش يكلموني في اشياء خاصه بعلاقتهم الزوجيه. يعني في لسه كنت بكلم من يومين 3 مع شابه صغيره يعني لما جت من بلدها يعني عرفنا انه مين امها ومين ابوها وحاولنا نساعدها. لكن كان سلوكها بالرغم انها كانت حافظه القران وكذا وخرجت من بلدها لابسه حجاب الا انها يعني عملت اشياء غير مش كويسه يعني. واستحملناها شهر واثنين وثلاثه والاخر طبعا لما ازداد اللي هو استغنينا عنها. كنت انا بكلمها من 3 ايام قالت لي انت بتكلمني انا ما صدقتش ان انت بتكلمني. ليه ما صدقتش؟ انا زي ابوك. النقطة دي مش بقولها ان انا هني البنا لا بقولها لك انت مسؤول التطوع في الجمعية انت الاسم ده. يعني انا ما اديك مثل تاني لما جيت اشتغل هنا هو قبل ما اشتغل كطبيب انا اصلا طبيب يمكن انت ما قلتش ناطر انت سنة كنت دكتور ولا ايه؟ على راسنا ان شاء الله سيبنا الطب وخلاص سيبنا للناس الاطباء. نعم. وانا كنت بتدرب في المستشفى كان لما يجي طالب الطب اللي المفروض يتدرب كان يقوم رئيس القسم عامل ايه ياخده من ايده يخش على الحكيمه والممرضات ده لازم تعلموه يخش على النائب يقول له ده مسؤوليتك يخش على النائب الثاني يقول ده مسؤوليتك لان انا هقيم اداؤه بايه بمساعدتك ليه. فالطالب ده كانه المستوى. فالفكره دي جت لي لما شفت ازاي الاساتذه في الجامعه والاخصائيين بيهتموا بطالب الطب اللي لسه في سنه اولى ما عرفش قال بيفهم عشان يخرج من الفتره دي كلها عنده المهنيه وعنده ثقافه المهنه نفسها. جزاك الله خير. يعني اكو اسئله اخواني العفو نعم احنا بعد لنا ربع ساعه فاكو اسئله اخواني مكرره وبعد يعني همنا اكو بعد اسئله اخرى. ف هل مثلا هل وجود القوانين والانظمه يعني هاي لان هاي مهمه عندنا يعني الانظمه والقوانين والسياسات داخل المؤسسه التفصيليه عائقا ام امر صحي علما ان هذا الامر ياخذ وقتا وجهدا في التنفيذ والمتابعه لان هاي موضوع مهم جدا. نعم الله. انا هقول لك حاجه. نعم. ممكن امشي مع بنت وخلف بينها ما فيش قانون. نعم. واسيبها امشي. نعم. عملت مشكله اجتماعيه. لكن لما اخش اتجوزها وفي قانون في الجواز وفي نحن بنتكلم على ايه زي ما تقول حقوق وواجبات ده حقها. نعم. يعني المنظر ده انا شفته في اخر السبعينات لما وصلت بريطانيا في سنه 79 نعم. كنت رايح على البحر لقيت ولد وبنت واقفين جنب بعض. نعم. وفي طفل في العربيه الصغيره وانا على البحر بقى في مدينه اسمها ابريستوس. فبعد 5 دقايق كده يعني انا بحلم بقى زي ما بحلم في البحر طبعا. نعم. لقيت بنت بتصوت وبتصرخ. نعم. بصيت ورا كده لقيت الواد مش موجود وكان انا المشهد ايه انه خلاص شيل انت الطفل في 60 دقيقه انت والطفل اللي معاك ده ما فيش قانون. مين اللي هيشيل المسؤوليه دي لوحدها؟ هي البنت. فبالتالي طبعا. انا بعمل القانون داخل الجمعيه عشان يحميها
عشان ما يحصلش فساد في الجمعية، علشان الدولة لما تيجي هتحاسبنا على القانون مش هتحاسبنا على الأداء، هتحاسبنا على القانون. تقول لك هات ده حالك حاجة دلوقتي يا أخ حميد، دلوقتي مش ممكن تاخد دعم من أي مؤسسة دولية لو ما كانتش عندك سياسات للتعاون مع الأطفال، سياسات التعاون مع في مناطق الإرهاب، مناطق الصراعات، سياسات اللي هو التحرش الجنسي اللي حصل مع أوكسفورد، بنسميه حاجة اسمها سيف جاردينج اللي هو حماية النساء. هذا لو دي مش عندك وحضرتها عندك مش هيدوك فلوس. ده معناها ايه؟ معناها ان خارج زي ما يعني عجلة الايه المجتمع اللي احنا عايشين فيه. يعني بعد حادثة أوكسفام دي ما حصلت وحصلت الفضيحة في 2017، اصبح دلوقتي لزاما على كل جمعية ترجع 10 او 20 سنة يقول هل حصل تحرش جنسي داخل مؤسسة وانتوا شغالين في الاماكن دي ولا لا. ففي قوانين بتلزمك انك تعمل السياسات، فلابد تعمل السياسات. تمام. عشان السياسات دي تكون رادعة للفسدة اللي بيجوا داخل الجمعيات. يعني هقول لك حاجة، صلي على النبي. اللهم صل. يعني ايه؟ انا في يوم من الايام عملت محاضرة اسمها عورتي او عوراتي. لانه ممكن نفخولي وانا في السودان كم سنة كده، والدكتور البنا اللي كذا واللي كذا والكلام كله يعني ايه؟ عمل لي قش علينا. قلت لهم لا مش انا كده. ده في 95 كنت بصت بايدي اليمين ما اعرفش ايه في ايدي الشمال، لدرجه المؤسسه كانت هتقفل. كانت ايه؟ هتقفل. من اخطائي انا، بقول لك انا اخطأ. فعملنا ايه بعد كده؟ هو الخطا ده تحول الى اننا جلسنا علشان نبني اداره ماليه ومحاسبيه قويه جدا. وقلت ساعتها للاخ هارون عطله، شوف يا هارون ما تقوليش عندك احتياج تصريح قد ايه، لان انا ايدي بتاكلني على المال. قال لي خلاص خرجنا من الازمه، عملنا قطاع مالي ومحاسبي ما يخرش الميه. استثمر فيه مثلا يمكن تكون ميزانيته كل سنه مثلا تطلع مليون جنيه، لكن بتجيب للمؤسسه عشرات ملايين. فالسياسات اصبح متطلب دولي واصبح متطلب حكومي. لكن انت عليك انك ما تجعلهاش عوائق، لان احنا ممكن نوظف الموظف اللي ايه اللي حاطط رجله على الفرمله. طب انت لو حاطط رجله على الفرمله العربيه هتروح فين؟ هتروح فين العربيه؟ هتروح بدوادي. هتقعد طبعا. تمام. التدريب، يعني هذا السؤال ايضا للشباب لكن من غير زاويه، يقول تدريب الشباب يحتاج إلى وقت وجهد وبالتالي هو جاهز للعمل، لكن بحكم عمر الشباب هم دائمو التغيير وبالتالي ينتقلون بالعمل إلى مكان آخر ونبدأ من جديد التدريب. يعني هو طبعا دي يعني زي ما تقول دائرة مفرغة. نعم. أقول لك حاجة، في بنت كانت بتشتغل لسه، كانت بتشتغل معايا السنة اللي فاتت، أنا بشتغل معاها يعني السنة اللي فاتت، كانت في مؤسسة ومشي. ما أنا قلت لها تعالي يا بنتي أنا أخذك معايا. قلت لها هتاخدني ليه؟ قلت لها هشتغل معايا كمتطوعة. قلت لها خلاص. قلت لها اكتب لنفسك الاسم اللي أنت عايزه. قلت لي أنا مساعدة فلان الفلاني في الأبحاث. طبعا أنا بعمل أبحاث. قلت لها اكتب اللي أنت عايزه. بعد 6 أشهر وأنا طبعا كنت باخدها معايا في كل حتة، رايح حفلة، رايح عشاء، رايح كذا، حد سواء يجي ياخدنا تركب معايا العربية. نعم. وكان بتقدم نفسها ايه بالصفة دي كلها، الى ان في جلسة من الجلسات، في ورشة من الورش، وهي قاعدة كده، فقدمت نفسها بالحيثية دي كلها. فقال لها انت بتشتغل مع الدكتور علي البنا؟ قالت له اه. قال لها بتشتغل ايه؟ قالت له كذا كذا كذا. طبعا عايز تشتغل عندنا. انا فرحت. شوف انا مخبط على صدري ازاي؟ ليه؟ لان انا كان هدفي انها تلاقي وظيفة. كانت بتخدمني، تعمل لي كل البرزنتيشن بتاعتي وكذا وكذا والحاجات دي، لو انا مرتاح في البيت. لكن لما لقيت وظيفه مع جمعيه خلاص عشان ترجع مره ثانيه للمجال. فالمخاطره في تدريب الشباب هو كده موجود. سؤال في مساله المتطوعين،
احنا بقعدنا 10 دقائق يعني ان شاء الله استحملونا ما بقى شيء. لدينا وفرا في ايجاد المتطوعين من الذكور والشباب، ولكننا نجد صعوبة في ايجاد المتطوعات، فهل بتزويدنا وسائل تساعدنا في هذا الجانب؟ هذا العكس صحيح. يعني هنا العكس هو صحيح. يعني مثل مثلا 3-2 او 3-1 بس بنات، اغلب المتطوعين في اوروبا هنا هو بنات. في بعض المناطق بالعراق نفس الشيء، بس انا ما اعرف السائل منه، ما ادري يعني بيا منطقه بيا محافظه بيا كذا، تعرف حسب الوضع المنطقه وحسب المحافظه وحسب نعم. انت خلي الملف ده في المنطقه دي مسكه واحده، لان الشاب ممكن يتعامل مع امراه، لكن في شابات اهاليهم حيمنعوهم انهم يتعاملوا مع رجل لو كان ماسك الملف. تمام. يعني أنا أغلب الأسئلة ما عدا الأسئلة الخاصة راح أبعث لك إياها لخص مؤسسته. نعم. بس لكن أنا بصراحة عندي أسئلة خاصة بي، يعني خلصت الأسئلة مالت الشباب زين، دائما أنا أتعرض لها. يعني 3 أسئلة عندي زين، أو بالأحرى حوارات ممكن واحد يفتحها، بس لكن جزء ما أعرف في الوقت. يعني المسألة الأولى في التعامل مع المشاكل العابرة للحدود، يعني دائما يعني احنا اكو لما يروح الماء المؤسسة المحلية الى مانح دولي او الى مانح اقليمي، الى مانح اقليمي في اي منطقة، يعني احس كأنما هو جاي مثل المعرف، يعني نوع من التوسل او الكذا، في حين انه المشكله العابره للحدود. يعني الان لما مثلا اروح على دوله معينه، لما اروح على انجلترا او على الكويت او على ماليزيا واقول لهم يابا انا عندي مشكله ارهاب، عندي مشكله مخدرات، عندي مشاكل كورونا واريد اكافحها بالموصل واريد اقضي عليها بالموصل، هاي المشكله اذا انتم ما تساعدوني على معالجتها في الموصل راح تتأثرون بها في أندونيسيا. هذا التعامل، يعني هاي المسألة حقيقة في التعامل مع المشاكل الآن لم تبقى الآن والله تعالى أعلم، خاصة وراء كورونا مشكلة محلية. نعم. يعني حقيقة هاي المسألة أنا دائما أطرحها للأخوة اللي هم يشتغلون بالمؤسسات زين، انه يا اخواني احنا في حاله واحده لمواجهه مشكله واحده، هي لن تبقى الان. اليوم مثلا المشكله اللي انشئت في الموصل باعلان هاي الخلافه ما اعرف شنو زين، ما بقى دوله اسلاميه ما تاثرت بها. مشكله صح. كورونا ماكو دوله ما تاثرت بها. مشكلة المخدرات وغيرها من المشاكل. فحبيت بس هذا، إذا عندك تعليق عليها حتى أعبر على الـ. والله أنت تتكلم على شيء في فهم الوقت. نعم. لا فهم المانح، يعني كثير جدا من المانحين ما زالوا تقليديين، مش هيديك فلوس إلا شيء دموي أو لا. شوف الأيتام والحروب والأرامل ورمضان، في كذا 10-12 مشروع هم دول. فانت ممكن لو انت بطريقه ذكيه تدخل مشاكلك دول من خلال هذه المشاريع عشان تحصل. نعم. في وسط الايتام في مجموعه ابوه عنده مخدرات، فعايزين نزود مثلا 5 دينار او 10 دينار عشان نعالج كذا، بحث اجتماعي او ابوه مشدود او يعني حاجات زي كده، بحيث هو بدي اليتيم ممكن يدي زي ايه على اليتيم. نعم واضحه الفكره. المساله الثانيه اللي دائما نتعرض لها اللي هي دور المؤسسات داخل الحكومات أو داخل الدول العفو. السؤال اللي صار اللي دائما يضغط علينا بهاي الفترة، هل هذا رفع عن كاهل الحكومات الظالمة مسؤوليتها مع شعبها؟ احنا نرفع عن كاهل هاي المسؤولية المؤسسات؟ نعم. هو شوف انت ممكن تسأل السؤال بطريقة تانية. انت نعم. عندك مسؤولية مجتمعية. نعم. سواء كان في حكومة ظالمة أو مش ظالمة. المشكلة في الموضوع أنك عايز تستمر تعمل دون أن الحكومة الظالمة دي تغلقها. ف
فلابد يكون عندك علاقة جيدة مع هذه الحكومة الظالمة أو الفاسدة. لكن أنت سواء كان الناس بينظروا لها بترفع تحسن أداء الحكومة دي، دي مش المشكلة. أنت مشكلتك إيه؟ أنت مشكلتك إن عايز توصل للمحتاج والفقير والأرملة عشان تساعدهم. في الغالب هيحصل الناس بتتكلم عنه. يعني أقول لك حاجة، العمل الدولي دلوقتي خاصة في مناطق الصراعات بيخدم الحكومة اللي هي بتدعم الصراعات. يعني الدول الكبيرة دي كلها هي اللي بتبيع السلاح، نعم، واللي بتدمر المجتمعات، واللي كذا 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 كذا. في الآخر هتيجي دولة من الدول تقول انت خد مليار، ما انت صرف 50 مليار، او خد نص مليار، او خد ربع مليار عشان يتوزع، تبقى زي المحسنات البديعية. واحنا وكأننا المثل ده حصل في البوسنة، والبوسنويين قالوا انتوا جايين تأكلونا، هم بيذبحونا، مش عايزين أكلكم، ادينا سلاح. قلنا لهم ما نعرفش دي سلاح، احنا ما بنديش سلاح والأسد. فده اللي حصل دلوقتي. شوف كم دولة مستفيدة من الحرب في سوريا، من تزويد السلاح وكذا وكذا وكذا، او دعم جماعات ارهابيه الى اخره. شوف كم دوله مستفيده من اللي حصل في اليمن وبيع الاسلحه والحاجات والطيارات والصواريخ والحاجات دي. كل هذه الاشياء بتتكلم عنها، انت بتقول في دوله مستفيده. اما يحصل مؤتمر عن اليمن دلوقتي بعد هذه الدول المستفيده، هديك 100 مليون 50 مليون 20 مليون، لكن هي مستفيده من الحرب في هذه الدوله او الدوله بمليارات كل سنه. تمام. مؤسسنا اشتغل، نعم، وابعد عن هذه المنظومه الفاسده عشان ما يغلقكش، ويكون هدفك للفقر. انا بس اختم بمساله اللي دائما نتعرض لها، اللي هي موضوع تجديد الفقه الزكاه والصدقات وطريقه التعامل والتكامل، خل اسميه، بين المفتي وبين رجل الفقه وفي تسهيل امور التعامل المزكي والمتصدق مع المؤسسات خدمة التنمية المستدامة للأمة. هذا المسألة احنا نعاني من عندها بهاي المشكلة في تأطير أمور الزكاة والصدقات وعلاقتها بالمؤسسات. أنا هذا أختم به، إذا عندك تعليق، حتى إذا عنده واحد تعليق آخر إن شاء الله تعالى. والله موضوع الزكاة موضوع خطير جدا. أصبح ليك منافسين فيه دلوقتي. أصبحت منظومة الأمم المتحدة بتجمع الزكاة من المسلمين. وعندها عشرات الفتاوي من بعض المشايخ. أنا طبعا لا أحرم هذا الموضوع فقهيا شرعيا، لأنها لي أصول في الفقه والشرع. لكن بالنسبة لي لابد الفقيه اللي بيدي الفتوى دي كلها يعلم أن الزكاة دي لما تخرج من المانح في ظل حرب الإرهاب وحتروح لمؤسسة كذا وكذا 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 وكذا، أنا الزكاة لما بتجيلي ممكن انمي بيها المؤسسه، ممكن انمي بيها القدرات بتاعه المؤسسه، ممكن ابني بيها المجتمع بتاعي، فهي بتضرني انا. فلا بد الفقيه قبل ما يفسر الفتوى يسال اصحاب الحاجه، واصحاب الحاجه دول قطاعين. القطاع الاول هو مستفيد، قد لا يصل الى المستفيد. القطاع الثاني هو نزع حالاتنا، احنا عارفين الارض عليها ايه وقيمه الزكاه لما تخش في مؤسسه اسلاميه. طب انا هقول لك حاجه، مع بعض المسؤولين في هذه المنظومة أنا قلت لهم شوفوا ممكن نديكم فلوس، ما عنديش مشكلة، بس أنتوا في خلال 5 سنين طلعوا لنا 50 ولا 100 جمعية بيضة يعني نضيف على مستوى العالم. لكن ما ينفعش لا ما لناش دعوة ناخد فلوسه بس. يبقى أنا بحرمها. أنا بقولك أنا بحرمها. لماذا؟ لأن هذا يبني مؤسستهم على حساب مجتمعي وجمعياتي أنا. بلد انما مؤسسات عندهم دول ممكن تغير القوانين، ممكن تنظم اشياء، مش عايزين يقوموا الدور بتاعهم، لك لا احنا ناخد الفلوس لان احنا هنوصلها لدول انتوا اخذتوها مش هتوصلها. بس يعني لكن الزكاه شيء محوري، لابد ان تعمل عليه مؤتمرات وجلسات، ولابد المشايخ يقعدوا يسمعوا لينا احنا. لو يسمعوا المنظومه جديده في حرفه ومهنه جديده قبل ان يفتوا في الزكاه في القرن 21. جزاك الله خير، ختمت بمعروف إن شاء الله تعالى، بارك الله بك، نسأل الله سبحانه وتعالى في صحائف أعمالك الصالحة. الآن الساعة 4:00، إذا ما أعرف إذا في الدقيقتين 3 إذا أحد يريد يفتح مايك يعني عنده أي مداخلة نسمع من عنده لينتهي الوقت يعني.
الله يحفظكم ويرضى عنكم إن شاء الله تعالى. أي واحد يريد يتكلم يفتح مايك ويتكلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبارك بك أستاذ حميد والبارك بالأستاذ ويعطيكم الصحة والعافية يا ربي ويديمها نعمة عليكم إن شاء الله. منونة لك. بارك الله بك دكتورة. الله يرضى عنك إن شاء الله تعالى. تفضل أستاذ أركان إذا عندك شيء. أشكر الدكتور على الوقت وعلى المعلومات المفيدة. بس أنا حقيقة كان عندي مداخلة. نعم. عن موضوع الشباب والفرص عمل للشباب. نعم. رفع الوعي لدى الشباب. يعني كثير إحنا من المنظمات المحلية والدولية شاركت في مشاريع مدرة للدخل. لكن مع الأسف خلال الاستبيان تبين إنه 7% فقط من هذه المشاريع هي منفذة. البقية يعني بدون تنفيذ أو بدون استمرارية. شكرا جزيلا. ما أدري إذا الدكتور عندك تعليق. ما سمعتش سؤال صدقش واضح. والله أنا هم يعني هم أستاذ أركان أنت تتكلم عن 7% من المشاريع لم تنفذ في العراق. بالنسبة ل 7% من المشاريع اللي وقعها للمستفيدين نفذت أو استمر 7% فقط. يعني الفائدة. يعني المشاريع كبيرة لكن قليل المستفيدين يعني أنه استدامة الفائدة لهم. نعم الاستفادة بالنسبة للاستمرار هذا المشروع لدى المستفيد كان 7% فقط. نعم. عفو أستاذ حميد. أستاذ أركان كاتب السؤال قصده أنه المنظمات هواية مولت مشاريع لكن المستفيدين الحقيقيين اللي حصلوا فائدة من هذا المبلغ مالت البوجت هم 7% فقط، يعني ما كانوا هم المستفيد الأكبر من هاي الميزانية. واضح. لا 7% من عدد المستفيدين المكتوب في المشاريع ولا 7% من العراقيين؟ لا مو 7% من العراقيين، 7% من حجم الميزانية الممولة للمشروع. يعني هو مثلاً عايز مثلاً نفهم السؤال، يعني هم مثلاً قالوا إن إحنا المشروع ده هيستفيد منه 10,000 أو 5,000، واخد بال حضرتك أو الأخونا اللي استفاد 700 بس. ده مظبوط ده؟ نعم صح. لا ده يعني لابد إن أنا مش عارف أقول، بس مش عايز إن أنا أقدح في حد. ده يعني إحنا لما المؤسسة بتاخد فلوس من أي مؤسسة دولية ما بدها لاش فلوس مرة واحدة، بدها فلوس يعني فصليا أو حاجة زي كده. وكلما يقدموا تقارير لما يدروش يروحوا للمشاريع يعني للمستفيدين بيوقفوا الدعم عنها، وكذلك حتى المؤسسات الدولية العربية والإسلامية بالتالي. يعني فأنا مش قادر أتصور إن الرقم ده يعني المعلن عنه قد يكون حقيقي، لأن ما فيش مؤسسة إلا بقى لو كان في فساد والناس متسترة على الفساد. جزاك الله خير إن شاء الله تعالى دكتور. العفو. إذا أكو أحد عنده مداخلة أخرى الله يحفظكم إن شاء الله تعالى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا. الله يسلمك إن شاء الله. شكرا دكتور هاني، الله يجزيك خير إن شاء الله، وياك إشراق محمد صالح مؤسسة الأنصار الخيرية. طبعا أشكرك على المواضيع اللي طرحتها الآن، ما شاء الله يعني إن شاء الله كفيت ووفيت. مقترح أنه إن شاء الله كل فترة إذا بيها مجال استوينا بعض اللقاءات أو الأمور اللي مثل هسه بتصير، تكون تخصصية مثلا تخص فقط الشباب، تخص مثلا فقط الأيتام، تخص مثلا بعد قضية أخرى، نستفيد من خبرتك في هذه المجالات، وحتى إحنا أيضا كتخصصات يعني تثرينا بهذه المعلومات اللي عندك، نحاول نقوم ونصحح من اللي عندنا من بعض الإخفاقات أو بعض الإشكاليات حتى نستفيد من هذه الخبرة اللي عندك إن شاء الله. مجرد مقترح إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا. شكرا. شكرا جزيلا. تفضل أستاذي إذا عندك تعليق. أنا؟ إيه تفضل. أتمنى أن نكون في يعني دي أحد فوائد الكورونا، إن إحنا خلتنا تواصلنا يكون أقوى مما كان من قبل. هو أستاذي صارت شوية فرشة كبيرة اليوم، فرشة كبيرة يعني من المواضيع،
فرشة كبيرة يعني كانت كثير كان المقترح أنه يصير أكو ملتقيات أخرى تخصصية أكثر مثلا بس على مجال التطوع فقط على مجال الشباب فقط على مجال النساء وهكذا يعني هيك نعم احنا خدامينكم الله يرضى عنك ان شاء الله اما انا او اي حد ثاني خلي بالك اللي يقول انا اعرف كل شيء يبقى ايه قربه من الشيطان يعني واضح يعني انا لا خفت بان انا افهم كل شيء بيكم الخير والبركة إن شاء الله تعالى تنطينا قائمة ما شاء الله حضرتك همين إن شاء الله متواصلين معاهم فاطمة وروات حتسلوا معك عشان بنرتب برنامج معك تمام بإذن الله بإذن الله العفو إذا أكو أحد الأخوة أو الأخوات تفضل أستاذي خلي يفتح مايك ويتفضل حتى تمام اذا ما عدنا شيء نختم وبالصلاه على سيدنا محمد وعلى محمد وعلى اله وصحبه وسلم جزاكم الله خير وبارك الله بكم واشكر استجابتكم لهالدعوه المباركه ان شاء الله تعالى ونشكر دكتورنا واستاذنا دكتور هاني على وقته وعلى هالمعلومات ان شاء الله تعالى نسال الله سبحانه وتعالى ينفعنا به وان شاء الله تعالى في الصحافه اعماله الصالحه متقبلة إن شاء الله تعالى شكرا جزيلا شكرا جزيلا للجميع وبارك الله بكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياك الله أستاذ حياكم الله كل الهلا السلام عليكم